النهاردة هناخد تاني يوم في المالجنانت هيماتولوجيكال ديزيز الليمفو بروليفريتيف. تمام، احنا هنبدأ بالهودجكن ديزيز وبعدين ندخل على النون هودجكن والسي ال ال او السي ال ال والنون هودجكن. جميل، عشان دول يعني ايه الابروتش بتاعهم واحد، يعني هنحط سكيم كده يعني ايه الاصعب حاجه ممكن تقابلنا في الامتحان من هيستوكيمستري، ان انا اطلع بيها الدايجنوزس بتاع الموضوع من غير وجع الدماغ. تمام، طيب زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان الاكيوت لوكيميا حاجات تيجي في الايه في الام سي كيو والجينيتكس، انما هنا الهودجكن من هودجكن السي ال ال العيان بتاعهم بيبقى هادي يعني، فممكن ينزل كلينيكال، يعني ممكن تدخل تلاقي عيان جنرالايزد ليمفادينوباسي ومعاه المالجننت بي سيمتومز. يبقى لازم ناخد الايه، خلاص انت هتمشي في الكلاسيك باث واي بتاع الهيستوري بتاع الهيماتولوجيكال، اني بيشنت وذ هيماتولوجيكال برزنتيشن، اغطي الست سبع عناوين اللي قلناهم في الاول. تمام، وهتقوم تفحص العيان، هتطلع بديفرنشال دايجنوز. differential diagnosis للايه للجنرالايزد ليمفادينوباثي او الهيباتوسبرينوميجالي او السبرينوميجالي زي ما يكون. تمام، الكلام كله الكلينيكال دايجنوزس واحد، ان ابروتش تو دايجنوز واحد، انما في اسئله معينه. طيب لو العيان ده طلع فوليكيولر، ايه الجينيتيك ابنورماليتي؟ ده الاسئله اللي بتتسال بقى في الكلينيكال وبتيجي كتير في الام سي كيو، يعني الترانسلوكيشنز بتاعت النون هودجكن. الهودجكن امرها سهل وبسيط ما فيهاش مشكله، انما النون هودجكن الترانسلوكيشنز بتاعت النون هودجكن او الجينيتك ستاديز بتاعت النون هودجكن والاميون هيستوكيمستري بتاع البي سيل ديز اوردر اللي هو السي ال ال والنون هودجكن بتيجي مسائل ايه الدايجنوزس على حسب البوزيتيف والنيجاتيف اميون هيستوكيمستري، ده اللي بيفرق في الايه في الام سي كيو وفي الكلينيك. انما العيان ما بقاش متشخص، او حتى لو متشخص ما حدش هيقول لك الدايجنوزس، هو عايز منك بس ابروتش تو دايجنوزس. طيب لو لقيت لو اخدت ليمف نود بيوبسي قال لك فوليكولر، ايه الجينيتيكال ستادي تطلبها؟ لو ديفيوز لارج بي ايه الجينيتيك ستادي؟ البيركت ايه الجينيتيك ستادي؟ دي الاسئله اللي بتتسال. التريتمنت تقريبا بتاعنا ايه بتاعنا واحد في الايه في الليمفو بروليفيرتيف ديز اوردر. طيب العيانين الليمفو بروليفيريتيف ديز اوردر البرزنتيشن بتاعهم كي زي اي عيان هيماتولوجيكال ديزيز جاي لك بالايه بالجنرالايز ليمفادينوباسي مينلي. تمام، سواء كانت بينلس او في الهودجكن ديزيز، مع انها على 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 بساطتها يعني، بس بتيجي ام سي كيو بيبقى الكحول انديوست بين، انديوست بين ات سايت اوف ليمف نود، يبقى الكحول انديوست بين مع عينين الايه الهودجكن ديزيز. طيب في حاجه سبيسيفيك برضو للليمف نود في الهودجكن ديزيز موجوده في الهودجكن اكتر منها في النون هودجكن. تمام، ان السايز، وده ممكن يلخبطنا شويه في الايه في الهيستوري، او يعني مثلا في عيانين يجوا لك ايرلي بسنجل انلارجد سيرفايكال ليمف نود ويقول لك الوصف بالتالي ان السايز انكريز sometimes اند ديكريز sometimes. احنا متعودين ان الـ الـ ان الليمف نود بتاعت عيان الليمف بروفيتيف ديز اوردر يا السايز ستيبل يا انكريزنج، انما ديكريز اور ديكريز sometimes اوكر وذ هودجكن ديزيز، ما بتحصلش مع مع عيانين الايه النون هودجكن. نمره ثلاثه contagious spread في الهودجكن، في contagious spread in lymphatic ايه في lymphatic system. يعني دول ثلاث حاجات مهمين، ان في alcohol induced pain دي معلومه قديمه، نمره اثنين size increase or decrease sometimes، نمره ثلاثه contagious spread. طيب سؤال ام سي كيو في الهودجكن disease mediastinal involvement commonly seen. احنا هنقول دلوقتي التايبس بتاعت الايه الهيستولوجيك تايب بتاع الهودجكن ديزيز، بس العيانين الهودجكن بيجي لنا بميديا ستاينال مانيفستيشن
most common type nodular sclerosing type ده ام سي كيو. nodular sclerosing type يبقى لما نلاقي عيان عينين هوجكن ديزيز بيبقوا younger than non هوجكن، فتلاقي البرزنتيشن جاي لك ميدياستاينال ماس، ميدياستاينال ماس تاخد منها بايوبسي. most common cause او most common histologic type nodular sclerosing type، النودولار سكليروزنج تايب. العينين ميدياستاينال سندروم الكومن برزنتيشن بلورال افيوجن او بيريكارديال افيوجن او يجي لنا سوبيريور فينا كيفال اوبستراكشن، يجي بدايليتد كونجستد فينز في النك والابر شيست اللي هي الاريا دريند باي سوبيريور فينا كيفال. تمام، ده اللي هو الميدياستاينال سندروم وده emergency. nodular sclerosing type pleural effusion او pericardial effusion و superior vena cava obstruction common presentation بتاع superior vena cava obstruction dilated congested veins في النك في الايه وفي الـ وفي الابر شيست. طيب ليت في كل الليمفو بروليفرتيف، ليت في الليمفو بروليفرتيف بيبقى في skin involvement في المالجنت بي سيمتومز. وانس بي سيمتومز او المالجنت سيمتومز اللي هي نايت سويت نايت فيفر لوس اوف ويت لوس اوف ادايت بريزنت دي اوف باد بروجنوزس. باد ايه بروجنوزس. السكين انفولفمنت بيبقى ويز او ويزاوت انفلتريشن، يعني العين يجي لك ببرورايتس، برورايتس بسبب تلاقي نودولار infiltration او بسبب الايه الانفلاماتوري ليكوتراين ميدييتورز. يبقى السكين انفولفمنت ده بيحصل ليت في كل الليمف بروليفريتيف بسبب البرورايت، العيان يبقى بريزنتد باي بروريتس ايزر بسبب دايركت انفلتريشن او ايه او ليكوتراين انفلاماتوري ميدييتورز. مالجنت سيمتومز نايت سويت نايت فيفر سوفيتس وابيتايز باد بروجنوزس. سألك الدكتور عصام سؤال، ايه الموست امبورتنت ديفرنشال دايجنوزس للهوجكن ديزيز وانت مغمض قبل ما تفكر تقول له تي بي؟ ليه؟ في بعض الاوقات الريد ستيرنبرج سيلز بتتقري زي المالتي نيوكليتد جاينت سيلز. تمام، عشان كده ده سؤال دكتور عصام، الهوجكن ديزيز ديفرنشال دايجنوست تي بي يو ماست اكسكلود تي بي بيفور بيجينينج هوجكن ديزيز. كذا عيان من عيانين دكتور عصام يبقوا متحولين له على اساس ان هم هوجكن ديزيز، يقول لك نريفايز الدايجنوزس سكند ريدنج اعمل ورك اب بتاع التي بي يطلع العين تي بي في الاخر، وبالفعل يتحسن على الانتي تيوبركلز والبرزنتيشن واحد. مالجننت سيمتومز هي هي التي بي توكسيني جنرالايزد انفادينوباسي او حتى لوكالايزد لينفود انلارجمنت بتحصل في التي بي وبتحصل في الايه في الهوجكن ديزيز او بتحصل في الليمفو بروليفيرتيف. اورجان انفلتريشن، اورجان انفلتريشن هيباتسبلينوميجالي، هيباتسبلينوميجالي فهي نفس البرزنتيشن بتاع التي بي ومكتوب كده بس، يعني مش ده راي الدكتور عصام، لا مكتوب ان يو ماست اكسكلود تي بي بيفور بيجينينج كيموثيرابي في هوجكن ديزيز. عشان كده في الاكيوت لوكيميا قلنا بون مارو، تمام، ما قلناش ري ريدنج او سكند ريدنج في البون مارو. انما لما نيجي نتكلم في الانفستيجيشن بتاعت الليمفو بروليفريتيف ديز اوردر او الليمف نود لازم فيرست ريدنج وسكند ريدنج تو كونفيرم الايه تو كونفيرم الدايجنوز. جميل، طبعا ده غير الايه الايميونستوكيمستري والسايتوجينيتك ستادي. يبقى الـ most important differential diagnosis للـ Hodgkin disease TB. تمام؟ ده مهم جدا. We must exclude TB قبل ما نبدأ الإيه؟ قبل ما نبدأ أو قبل ما نقول إن العيان Hodgkin disease. لأن الـ presentation واحد، حتى الـ histopathology الـ picture بتاعت الـ histopathology under microscope بتبقى الـ TB conflicting مع الـ إيه؟ مع الـ Hodgkin، مع الـ Hodgkin disease. طيب. كنا عارفين ان الهوجكن ديزيز يساوي ريد ستيرن بيرج سيلز ذا موست كاركترستيك ايه موست كاركترستيك سيلز على حسب
التوزيعه بتاعت السيلز بيكون الهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن. تمام؟ طيب نمره واحد الريد ستيرنبرج سيلز. طيب الريد ستيرنبرج سيلز دي او الاميون هيستوكيمستري سبيسيفيك في العيانين الهوجكن ديزيز سي دي 30 سي دي 15. طيب سؤال ام سي كيو، لو لقيت سي دي 68 بوزيتيف في عيانين الهوجكن ديزيز دي اوف باد بروجنوزس، دي باد بروجنوزس ليه؟ لان ال 68 ده ماركر اوف ماكروفيج. ده معناه ايه؟ معناها ان انت داخل على الماكروفيج اكتيفيشن. تمام؟ وده اوف باد بروجنوزس. جميل؟ يبقى سي دي 30 وسي دي 15 دي بتكونفيرم الدايجنوز. سي دي 30 كمان طلع لها المونوكلونال انتيبادي، ده هنقوله في الايه؟ في التريتمنت. طيب سي دي 68 ده بيجي سؤال ام سي كيو اوف باد بروجنوزس، لو بوزيتيف وز هوجكن ديزيز بيشنت اوف باد ايه؟ باد بروجنوز. يبقى ريد ستيرنبرج من هيستوكيمستري 30 15 يسالك سؤال في الشفوي، عيانين الاميون عيانين الهوجكن ديزيز نعمل لهم سي دي 15 سي دي 30، نعمل ماركرز ايه تاني؟ هتقول له سي دي 64 سي دي 68 اسف سي دي 68 ليه؟ ده ماركر اوف باد بروجنوز ماشي لو بوزيتيف. هقول لك تعمل ماركر ايه تاني؟ تقول له سي دي 20. لا هو في هوجكن ديزيز سي دي 20؟ يس ذير از هوجكن ديزيز سي دي 20 بوزيتيف هوجكن ديزيز. طيب يفرق معايا في ايه؟ يفرق معايا ان ده جود بروجنوزز. ليه؟ عشان معايا تارجت ثيرابي. حد العيان الكلاسيك اي بي في دي او البروتوكول اللي متفق عليه في المكان يعني، وتزود عليه المبسيرا الار، يبقى اسمه ار اي بي في دي. ده اوف جود ايه؟ اوف جود بروجنوزز. تمام؟ يبقى بنعمل 15 30 ده الكلاسيك بوزيتيف، واحد فيهم او الاثنين ده بيكونفيرم الدايجنوزز. جميل. 68 عشان الباد بروجنوزز اف بوزيتيف. سي دي 20 سم patient with Hodgkin disease are CD20 positive. يفرق معايا في ايه؟ في التريتمنت جود ريسبونس، ده جود ايه؟ جود بروجنوز. تعال نروح للكلاسيفيكيشن اللي بيجي فيها اسئله ام اس كيو كتير. تمام؟ في كلاسيك هوجكن وده 95% 95%، وفي 5% من العيانين ده انكومن اللي هو النودولر lymphocytic predominant، nodular lymphocytic predominant. ده 5% بس من العيانين، بس مثل النودولر lymphocytic predominant ام سي كيو البيست بروجنوزس. ده سؤال ام سي كيو كتير. الهيستولوجيك كلاسيفيكيشن بيجي في اسئله ام سي كيو. طيب يبقى النودولر ليمفوسيتك بريدوميننت 5% من العيانين. طيب نروح على الكلاسيك. الكلاسيك بيتقسم اربع هيستولوجيك تايب. طيب في نودولر سكليروزنج، ليمفوسيتك ريتش، ميكسد سيلولاريتي، ليمفوسيتك ديبليتد. طيب ده الكلاسيك هوجكن عباره عن ايه؟ 4 تايبس، 4 هيستولوجيك تايب. النودولر ال 5% اللي هو الانكومن ده، اللي هو النودولر ليمفوسيتك بريدوميننت نو ار اس سيلز او ريد ستيرنبرج سيلز، يبقى هنا نو ريد ستيرنبرج سيلز، وفي انكريز في الليمفوسايتس. تمام؟ طيب تعالوا نروح بقى على الايه الحاجات الكلاسيك. يبقى سؤال ام سي كيو بيجي النودولر ليمفوسيتك بريدوميننت ده البيست بروجنوز. النودولر ليمفوسيتك بريدوميننت ده البيست بروجنوز. طيب النودولر سكليروزنج، نودولر سكليروزنج ده معناه ان في كولاجين فايبرز، اكستنسيف كولاجين فايبرز،
طيب الاكستنسيف كولاجين فايبرز دي محاوطه لايه؟ الريد ستيرنبرج سيلز، يبقى في ريد ستيرنبرج سيلز. تمام. طيب دايما لما بنيجي نتكلم عن الكلاسيك هوجكن، اول ما اقول ريد ستيرنبرج اقارنها في لينفوسايت ولا مفيش لينفوسايت؟ هنا في سام لينفوسايت، يبقى هنا الموست كاركترستيك بيكتشر في ريد ستيرنبرج سيلز. ايوه بس مش بريدومينانت. تمام. حتى في نوع يقول لك لاكنر تايب، مش مشكله، دي مش متسالش فيها تقريبا. انما النودولار سكلروزنج اكستنسيف كولاجين فايبر، وعندي ريد ستيرنبرج وعندي لينفوسايتس. جميل. ده الايه؟ ده النودولار سكلروزنج، النودولار سكلروزنج تايب. طيب الليمفوسيتك ريتش، في ريد ستيرنبرج وفي لينفوسايتس، بس من اسمها الليمفوسايتس مالتيبل. طيب والريد ستيرنبرج سكانتي، ما اسمها ليمفوسيتك ريتش. ليمفوسيتك ريتش دي هي ايه؟ ريد ستيرنبرج سمول اماونت او سكانتي، ليمفوسيتك او ليمفوسايتس ايه؟ سمول ليمفوسايتس بريدومينانت. طيب الميكسد سيلولاريتي الاثنين زي بعض، مودريت ريد ستيرن ومودريت ليمفوسايت. طيب الميكسد سيلولاريتي جود بروجنوزس، يبقى دي البيست بروجنوزس، دي جود بروجنوزس ميكسد سيلولاريتي. الليمفوسيتك ديبليتد بور بروجنوزس. دي اسئله ام سي كيو. ليمفوسيتك ديبليتد ده معناها ايه؟ ماركت انكريز او في ريتش في ريد ستيرنبرج سيلز وسكانتي، عكس الليمفوسيتك ريتش وسكانتي ليمفوسايتس. نقول تاني، تقول بس نقول الايه؟ البيست والبور والجود، عشان دي بتيجي في الامتحان. نودولار ليمفوسيتك بريدومينانت بيست بروجنوزس، الميكسد سيلولاريتي جود بروجنوزس، الباد بروجنوزس ليمفوسيتك ديبليتد بور، البور بروجنوزس او البور ايه او الباد بروجنوزس. نودولار سكلروزنج اكستنسيف كولاجين، وفي ريد ستيرنبرج وفي ليمفوسايت. الليمفوسايت ريتش، ريد ستيرنبرج سكانتي اكستنسيف ليمفوسايت. ميكسد سيلولاريتي مودريت ريد ستيرنبرج مودريت ليمفوسايت. ليمفوسايت ديبليتد ما فيش ليمفوسايتس او ابسنت ليمفوسايتس او فيري سمول او سكانتي نمبر اوف ليمفوسايتس، ومعايا ماركت انكريز في ريد ستيرنبرج، ريد ستيرنبرج سيلز. جود بروجنوزس بور بروجنوزس بيست بروجنوزس. البيست بروجنوزس النودولار نودولار ليمفوسيتك بريدومينانت. طيب البور بروجنوزس اللي هي الليمفوسيتك ديبليتد. جود بروجنوزس اللي هو الايه؟ الميكسد سيلولاريتي. تمام. يبقى ده الايه؟ ده دي نقطه مهمه في الامتحان، بتيجي كتير. الماركر تمام والايه؟ والكلاسيفيكيشن. طيب بالنسبه للهوجكن ديزيز او اي ليمفو بروليفرتيف ديز اوردر، الستيجنج ايه؟ ستيجنج معروف، ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4. ستيج 1 ليمف نود وان سايد اوف ذا فريم، ستيج 2 تو اور مور ليمف نود وان سايد اوف ذا فريم، ستيج 3 بوث سايدز اوف ذا فريم، ستيج 4 اكسترا نود الليمف نود الليفر السبلين البون مارو. تمام. وبتتقسم كل ستيج ل A و B. A اللي هي مفيش malignant symptoms، B اللي فيها الايه؟ البي سيمتومز او الايه؟ او المالجننت سيمتومز. ودي بتيجي اسئله ام سي كيو الستيجنج. تمام. طيب خلاص انا شخصت العيان بالهوجكن ديزيز، عيان جاي لي بالمالجننت سيمتومز، او جاي لي بسنجل انلارجد لينف نود، او جاي لي بمالتيبل انلارجد لينف نود. بيزك تو دايجنوز تو ديتكت الكومبليكيشن، سي بي سي زائد بلاد فيلم، اس ار
سي ار بي، وما ننساش ال ال دي اتش واليوريك اسيد، اي عين مالجنسي. دايجنوزس ليمف نود بايوبسي، ميون هيستوكيمستري، ليمف نود بايوبسي ده لازم تشو بايوبسي وتقول لي تو ريدنج اكسكلود تي بي. والاميون هيستوكيمستري بالثلاث حاجات او الاربع حاجات اللي قلناهم 15 30 68 وسي دي 20. جميل. والبون مارو، بون مارو اكزامينشن. اشمعنى البون مارو اكزامينشن؟ عشان نمره واحد الستيجنج، نمره اثنين الفولو اب. عملت العيان بون مارو اسبريت اند تريفاين بايوبسي، بون مارو اسبريت والتريفاين بايوبسي كان بوزيتيف انفلتريشن، يبقى انا في الفولو اب لازم اتابع العيان بالايه، بالبون مارو، عشان اشوف في امبروفمنت ولا لا. طيب يجي الدكتور عصام يسالك، انت العيان عندك دلوقتي جنرالايزد انفدينوباسي، اخدت ليمف نود طلع لك ايه؟ اي تايب، والعيان بانسايتوبينيا، يعني انت شاكك في انفلتريشن، خدت بون مارو او عملت بون مارو اكزامينشن طلع نيجاتيف، تعمل ايه؟ بون مارو اكزامينشن اوف بي بون مارو بايوبسي او تري فاين، تعمل ايه؟ تقول له ادخل العيان بايلاترال بون مارو ريفاين بايوبسي from different sides، او يعني ايه اللي هو الايه البايلاترال من ناحيتين، يعني انت خدت المره دي من اليمين، يبقى اندر ادخل عيان اندر لوكال او جنرال انستيزيا واخد ايه بايلاترال تريفاين بايوبسي. بيحب يسال النقطه دي كتير، بايلاترال تريفاين بون مارو اكزامينشن او بايلاترال تريفاين ايه تريفاين بايوبسي. جميل. عشان اسس الانفل، انا عندي سايس اندكس وسسبشس في الانفلتريشن، فلازم اخد الايه والسنجل تريفاين بايوبسي ما بينليش اي انفلتريشن، يبقى اخد بايلاترال تريفاين بون مارو تريفاين ايه تريفاين بايوبسي. طيب بيزك تو دايجنوز تو ديتكت كومبليكيشن انف نود من هيستوكيمستري بون مارو، بون مارو اكزامينشن. طيب ايميجينج فانكن سي تي نيك تشست او بلفي ابدومين او البيتر بيت سي تي. بيت سي تي سكان دي البيست في الستيجنج، تمام، والبيست في الفولو اب. يبقى البيت دلوقتي بقت هي الرول، بقت هي الايه، بقت هي الاصل، سبيشالي في الليمفو بروليفيرتيف ديز اوردر، وبدات تدخل في المالتيبل مايلوم. الليمفو بروليفيرتيف خلاص دي يعني بقى لها فتره شغالين بيها، تمام، انما الجديد بقى ان انت لازم تقولها في الانفستيجيشن بتاعت الايه، بتاعت عيانين المالتيبل مايلوما، وبتيجي فيها اسئله في الايه، في بتتسال في الشفوي، وكان بيجي فيها في الريتن سؤال الرول اوف بيت ان مالتيبل مايلوم، ده في الايه في الشورت اسي، كان يجيب يور رول اوف بيت في الايه في المالتيبل مايلوم. تمام. طيب انا خلاص اخذنا الليمف نود بايوبسي وشخصنا العيان وعملنا بيت سي تي وعملنا اكيوريت ستيجنج وشفنا الابتيك بتاع الليمف نود، وهنتابع بالبيت سي تي بعد تو سايكلز كيموثيرابي. التريتمنت، التريتمنت على حسب الستيج، ايرلي او ليت. الايرلي ستيج في مدرستين، اما كيموثيرابي الون او كومبايند موداليتي تريتمنت، كومبايند موداليتي تريتمنت اللي هو كيموثيرابي اند راديوثيرابي، والاثنين صح، كيموثيرابي الون او كومبايند موداليتي تريتمنت. احنا ماشيين بكيموثيرابي الون، تمام، ايرلي للستيج 1A، تمام، وال2 و2A، تمام، اللي هو ما عنديش فيها الايه ال 1A وال2A اللي ما عنديش فيها المالجننت سيمتومز، تمام. طيب ال 1B وال2B ده لازم بيبقى فيها راديو ثيرابي بيدخل،
كيموثيرابي زائد بيتر ريسبونس كيموثيرابي زائد الايه راديو ثيرابي. يعني ال1 اي وال2 اي مفيش مشكله، كيموثيرابي او كيموثيرابي اند ايه اند راديو ثيرابي. طيب ال1 بي وال2 بي كيموثيرابي بيتر كومبايند ويز ايه ويز راديو ثيرابي. طيب احنا عندنا في الدمرداش بندي كيموثيرابي الون، هتلاقيها مكتوب في اسينشال ومكتوب في ويليامز، المدرستين، مدرسه بتدي كيموثيرابي ومدرسه بتدي الكومبايند موداليتي تريتمنت. كومبايند موداليتي تريتمنت صراحه بتوع الاورام بيدوا كومبايند موداليتي تريتمنت، عندنا بتوع الاورام بيدوا العيان الكيموثيرابي وبعد الكيموثيرابي يدي ريديو ثيرابي على الريزيديوال ليمف نود، وبعد كده يدي ريديو ثيرابي على الايه على الريزيديوال ليمف نود. طيب ده الريسبونس ما فيهاش مشكله بالنسبه لل1 اي وال2 اي. الكومبايند موداليتي تريتمنت في العيانين اللي عندهم مالجنانت سيمتومز تبقى الريسبونس بيتر، بيدي العيان اي بي في دي 6 سايكلز كيموثيرابي اي في دي اي بي في دي تو بي فولود باي راديو ثيرابي تو بي فولود باي ايه راديو ثيرابي. تمام، يبقى نقول تاني ايرلي اللي هي ستيج 1 وستيج 2، 1 اي 2 اي خلاص ما فيش مشكله كيموثيرابي او كيموثيرابي to be followed by radiotherapy. طيب لو في malignant symptoms better to combine radiotherapy مع الايه مع الكيموثيرابي. زي ما بقول لك عندنا احنا بندي في الدمرداش ندي ال ABVD كيموثيرابي، ABVD كيموثيرابي ما بنديش الايه الراديوثيرابي. بس المدرستين صح، بس الريسبونس في العيانين اللي عندهم بي symptoms 6 سايكل ABVD to be followed by radiotherapy على الريزيديوال ليمف نود ويز بيتر ريسبونس. بيتر ايه؟ بيتر ريسبونس. الكومبايند موداليتي ده اللي ماشيين بيه بتوع الايه بتوع الاونكولوجي. احنا ماشيين بالايه بالكيموثيرابي. كيموثيرابي الون والريسبونس ايه؟ الريسبونس كويس. طيب البيست يعني الاي بي في دي اللي هو الادريا والبريومايسين والفيلبي والديكاربازين ما فيش مشكله، يعني الدنيا ايه الريسبونس بتاع ده الكلاسيك تايب او الكلاسيك سايكل للايه للكيموثيرابي مش مشكله. اي بي في دي او في سايكل تانية اسمها بايكوب نفس الاي بي في دي بس زاد عليها الايه السايكلوفوسفامايد، تمام، وزاد عليها الاستيرويد اللي هو السي سايكلوفوسفامايد والبي اللي هو البريدنيزولون. الريسبونس واحده، الريسبونس واحده، والمورتاليتي بينفيت واحدة. المهم راديو ثيرابي ويز او ويز اوت، ده الايه ده الكلام راديو ثيرابي ويز او ايه ويز او ويز اوت، سواء كان اي بي في دي او البايكوب. ده حتى في المكتوب في السايكل بتاعت البايكوب دي ان انت بتبدا تو سايكلز وبعد كده تكمل اي بي في دي. فالاصل في التريتمنت بتاع الهودجكن اي بي في دي ادريا بليومايسين فيلبي والايه والديكاربازين. تمام، والريسبونس والمورتاليتي بينفيت رائع صراحه في عيانين الايه الهودجكن ديزيز. يبقى ستيج 1 اي او ستيج 2 اي كيموثيرابي الون او كيموثيرابي كومبايند مع راديوثيرابي، ستيج 1 بي ستيج 2 بي بيتر تو كومباين راديوثيرابي ويز اي ويز اي بي في دي 6 سايكلز، وبنعمل ري ايفالويشن افتر 2 سايكل. كنا زمان نعمل بعد ايه بعد ثلاث جرعات بالبان سي تي، دلوقتي بنعمل ري ايفالويشن افتر 2 سايكل باي بيت سي تي. والله لو في ريسبونس كومبليت ذا ريجيمن بناخد اب تو 6 اور 8 سايكلز اي بي في دي، لو ما فيش ريسبونس يبقى بنشوف انذر ايه انذر ريجيمن. طيب الادفانسد ستيج 3 وستيج 4 ايا كان بقى معاها مالجننت سيمتومز او ما فيش مالجننت سيمتومز، اي بي في دي 8 سايكلز زائد راديو ثيرابي زائد راديو ثيرابي. طيب الراديو ثيرابي على حسب السايز اوف ريزيديوال ليمف نود، لو اكتر من 1.5 سنتي، لو اقل من 1.5 سنتي، لو اكتر من 1.5 سنتي بدي راديو ثيرابي. طيب لو اقل من 1.5 سنتي بدي راديو ثيرابي لو فيها بوزيتيف بيت ابتيك،
قول تاني. يبقى ستيج 3 وستيج 4 اي بي في دي 6 ل 8 سايكل، 8 بنوصل 8 سايكل في العيانين ستيج ايه؟ ستيج 3. طيب وبعد ما نخلص السايكلز بنشوف الريزيديوال لينف نود، لو اكتر من 1.5 سم بندي عليها كومبايند ريديو ثيرابي، لو اقل من 1.5 سم ويز بوزيتيف بيت ابتيك بياخد الايه؟ بياخد ريديو ثيرابي. مفيش ابتيك وهي اقل من 1.5 سم يبقى مفيش ايه؟ مفيش ريديو ثيرابي. طيب يجي يسالك سؤال في الشفوي، انت العيان اللي قدامك ده اخدت ليمف نود بايوبسي طلع هودجكن ديزيز، ماشي، بدات الاي بي في دي، العيان دخل في ريميشن، خلاص 6 ل 8 سايكلز ريميشن، يبقى نتابع العيان. مفيش عيان ليمفو بروليفريتيف ديز اوردر بيزرع من سي ار 1 اللي هو الكومبليت ريميشن واحد، اول ما يدخل فيرست ريميشن على الزرع لا، دايما بنزرع في الايه؟ في السي ار 2 ريميشن 2، لان يوجوالي الليمفو بروليفريتيف لما بيرسبوند الريسبونس بيبقى لونج لاستنج، العيانين بياخدوا فيه، عيانين بالفعل هو الاندكشن وكمل. يعني كان في شابه 18 سنه ولا 19 سنه كانت جايه، هي صراحه كانت جايه بالايه؟ بال 1 بي، يعني كان جايه ايرلي، اخذت اي بي في دي 8 سايكلز، هي دلوقتي متجوزه ومخلفه مع 3 اطفال، بقى لها يعني ما يقرب من 10 سنين انكمبليت ريميشن، انكمبليت ريميشن، تمام. طيب لقى العيان بقى هودجكن واخد الكيموثيرابي وريزيستنت او ريلابسد، لا ده ريلابسد كمان بوست ترانسبلانتيشن. طيب يبقى ده الرول بتاع الانتي سي دي 30، ده سؤال في الشفوي اللي هو اسمه البرين توكسي ماب. ثيرتي في العيانين الريزيستنت او ريلابسد، يعني العيان الريلابس اخذ اي بي في دي ريلابسد، ممكن ندخل على السكند لاين اي لاين تاني، تمام، او ندخل على البرينتوكسي ماب، بس عيب البرينتوكسي ماب انه غالي، فانت بتبدا كده ايه؟ بالتطور اي بي في دي، ناخد بعد كده اي ترايل للكيموثيرابي، تمام، وبعد كده ندخل على البرينتوكسيمين. انما بوست ترانسبلانتيشن بيتر، بيتر العيان اللي بيريلابس بوست ترانسبلانت ان انت تدي البرينتوكسيمين انتي سي دي 30 انتي. ده سؤال ام سي كيو، برينتوكسيمين ميكانيزم اكشن انتي سي دي 30، الانديكيشن ريزيستنت او ريلابسد او ريلابس بوست ترانسبلانت. طيب في نيو دراج يعني هو لسه اندر ترايل، بس ايه ممكن يتسال يعني لسه في الايه؟ في الانفستيجيشنال، اسمه بي دي 1 انهبيتور، بي دي 1 انهبيتور، بي دي 1 انهبيتور ده بيبقى اكسبريسد، او البي دي 1 ده بيتحكم في الايه؟ في الايبوبتوزس، ده بيبقى اكسبريسد على الايه؟ على الفوسفو ده استريز 1، فوسفو ده استريز 1 بيبقى اكسبريسد على الهوجكن ديزيز سيلز، تمام. فلما بندي الانهبيتور بيهلب الايه؟ بيهلب الكيور، بس ده انفستيجيشنال نمره واحد فور ريلابس، زي البرينتوكسي ماب كده اللي هو اسمه الايه؟ فوسفو داي استريز 1 انهبيتور او بي دي 1 انهبيتور. يعني لو يعني صعبوا الدنيا وجابوه في الام سي كيو ده اخر حاجه ايه فيها كلام في اللوجيك ان ديزيز. البي دي 1 انهبيتور ده موجود على السيلز بتاعت البي دي، ده موجود على السيلز بتاعت الهوجيك ان ديزيز، بيكونترول البروجرام سيل ديث او الايبوبتوزس، يستخدم فور ريلابس وده انفستيجيشنال ليست، تمام. يبقى كده الايه؟ كده احنا قلنا الهوجيك ان ديزيز، الكلام في الليمفو بروليفريتيف في الكلينيكال سهل ما فيهوش مشكله، اهم حاجه الاكزامينشن، هاو تو اكزامين، هاو تو اكزامين الليمف نود، بيدققوا عليها في الايه؟ في لو دخل عين جنازه الليمف نود مثلا، تمام، السيرفايكال والاكزيلري والانجوينال، وما تنساش لما تيجي
تفحص الاكزيلري، ما تنساش تفحص الابيتروكلير، بيحبوا قوي عندنا ازاي تفحص الابيتروكلير. دي جزء من الايه، من الليمف نود، ليمف نود اكزامينيشن. هيدخل معاك في الكلام النظري، هتلاقي الدنيا كلها تقريبا الكلام في الهودجكن ديزيز كلام سهل وبسيط. طيب تعالوا نروح دلوقتي على النون هودجكن والايه والسي ال ال. تعالوا نبدا بالفلوت شارت بتاع الامين هيستوكيمستري ده، عشان هيريحنا في الدايجنوزس، هيريحنا في حل سؤال الام سي كيو. جميل. انا عندي سي دي 19 بوزيتيف، هيجيب لي في المساله العيان السي دي 19 بوزيتيف، فانا اخرج بفكرتين من سي دي 19. عيان جينازي لينفادينوباسي فلو سيتومتري او هيستوكيمستري عليه سي دي 19 بوست او 19 بوست، اخرج باثنين من السي دي 19، هيقول لي سي دي 5 بوزيتيف او سي دي 5 نيجاتيف، اما بوزيتيف او نيجاتيف. طيب لما يبقى العيان سي دي 19 بوزيتيف 5 بوزيتيف، ده معناها حاجه من اتنين، يا سي ال ال يا منتل سيل. طيب لو كان سي دي 19 بوزيتيف وسي دي 5 نيجاتيف، اشوف سي دي 10 لو سي دي 10 بوزيتيف، لو سي دي 10 بوزيتيف يبقى فوليكولر. طيب لو سي دي 10 نيجاتيف، معلش انزل لسي دي 25، لو سي دي 25 بوزيتيف، لو سي دي 25 نيجاتيف، 25 بوزيتيف معاه حاجة تانية، بس خلينا 25 بس بوزيتيف، هيري سيل لوكيميا. 25 نيجاتيف ده المارجنال زون لينفوم. سي دي 19 بوزيتيف 5 بوزيتيف 19 بوزيتيف، هعمل سي دي 5 طلع بوزيتيف، حاجة من اتنين، سي ال ال او المنتل سيل. طيب السي ال ال بيبقى معاها سي دي 23 بوزيتيف وسي دي 20 بوزيتيف. سي 20 بوزيتيف في معظم الايه، في معظم الحاجات، اهم حاجه سي دي 23 بوزيتيف. تمام. طيب عيان المنتل سيل سي دي 23 نيجاتيف. جميل. طيب ممكن سيبنا من دي بس، سي دي 20 ما تفرقش معانا كتير. طيب ايه تاني ممكن يبقى بوزيتيف او نيجاتيف؟ بوزيتيف في السي ال ال، بس ده بوزيتيف او نيجاتيف، عشان كده احنا بنركز على الايه، سي دي 23. لو سي دي 23 بوزيتيف يبقى انا بتكلم عن الايه، عن السي ال ال. لو سي دي 23 نيجاتيف يبقى انا بتكلم كده عن المنتل، عن المنتل سيل لينفوم. حلو. يعني كلمه ورد غطاها اهو، عشان ما ايه، ما انتهش في الامتحان، ممكن يهريني ماركرز في الامتحان، انا ادور على اللاند مارك بتاعي. المنتل سيل بيبقى فيها 79 بوزيتيف، ماشي. السي ال ال ممكن يبقى 79، 79 ممكن يبقى 79 بوزيتيف او نيجاتيف، ماشي. اهم حاجه سي دي 23 بوزيتيف او سي دي 23 نيجاتيف، على سي دي 5 بوزيتيف، على سي دي 19، على سي دي 19 بوزيتيف. حلو. عشان كده بنركز على ايه، على سي دي 23، ننسى دول. سي ال ال اصلا لما نيجي نشرح هنقول فيها سكورنج سي دي 23 وسي دي 79 والاف ام سي بوزيتيف نيجاتيف، انما 23 بوزيتيف. تمام. يبقى سي دي 19 بوزيتيف، سي دي 5 بوزيتيف، سي دي 23 نيجاتيف، منتل سيل. طيب سي دي 19 بوزيتيف، سي دي 5 بوزيتيف، سي دي 23 بوزيتيف، سي ال ال.
نروح للايه، للارم التاني، سي دي 19 بوزيتيف على سي دي 5 نيجاتيف سي دي 10، سي دي 10 بوزيتيف فوليكيولر، يبقى الفوليكيولر سي دي 10 مع بوزيتيف مع سي دي 5 نيجاتيف و19 كله بوزيتيف. طيب لو سي دي 10 نيجاتيف، لو سي دي 10 نيجاتيف، حاجه من اثنين، يا هيري سيل يا مارجنال زون، 25 بوزيتيف هيري سيل، هيري سيل معاها الايه 103 والتراب اللي احنا هنقولها دلوقتي. في حاجات سبيسيفيك، انما انا عايز في الامتحان او عايز في مساله الام سي كيو اجيب الدايجنوز من غير ما اضيع وقت. 19 بوزيتيف 5 نيجاتيف يبقى 10، 19 بوزيتيف 5 بوزيتيف ما بفكرش في سي دي 10، 19 بوزيتيف 5 نيجاتيف افكر في سي دي 10. لو سي دي 10 بوزيتيف فوليكيولر، لو سي دي 10 نيجاتيف حاجه من اثنين، يا هيري سيل يا الايه المارجنال زون. تمام، 25 بوزيتيف يبقى هيري سيل، 25 نيجاتيف يبقى ده الايه المارجنال زون. الفلو تشارت دي يعني ان شاء الله ما بتخيبش، مع ماركرز ثانيه او مع يقول لك ترانسلوكيشن 8 14 14 18 مش عارف ايه، هنقولهم دلوقتي في ايه مع كل سب تايب. جميل، يبقى دي ايه فلو تشارت هتريحنا في الايه في السي ال ال وباقي حاجات الايه النون هوجكن ديزيز. طيب النون هوجكن ديزيز بتتقسم اللي هو الكلاسيك كلاسيفيكيشن اللي احنا بن لو جريد وهاي جريد. تمام، يعني اللو جريد بيقول لك تبقى اندولنت with poor response to chemotherapy، الهاي جريد تبقى aggressive with curable او good response to chemotherapy كده. ده في حاجات مهمه في الام سي كيو في النون هوجكن للايتيولوجي، الابشتاين بار فيروس ريليتد للبيركت ام سي كيو، الهيباتيتس سي فيروس الكرونيك اريتيشن يوجوالي ريليتد للمارجنال زون، الاتش بايلوري يوجوالي ريليتد للمالت لينفوما او الجاستريك لينفوما مالتوما او الجاستريك لينفوما. تمام، الاتش اي في يوجوالي ريليتد لحاجتين، برايمري CNS lymphoma والهاي جريد نون هوجكن او بي سيل. دي بتيجي ام سي كيو، الابشتاين بار بيركت، الهيباتيتس سي مع المارجنال، الاتش بايلوري مالتوما، الاتش اي في حاجتين، السي ان اس البرايمري سي ان اس لينفوما والهاي جريد بي سيل. ماشي، البرزنتيشن كل الليمفو بروليفرتيف، واحد اهم حاجه في الليمف نود غير الهوجكن، هناك في ايه في بتمشي في الايه في اللارجمنت بيبقى واخد الايه الليمفاتيك سبريد او كونتيجوس سبريد، انما في الهوجكن اسيمتريك بينلس لارجمنت، اسيمتريك اللارجمنت في الايه في الليمف نود. نفس الكلام في الانفستيجيشن بون مارو لينف نود بايوبسي. جميل، المين هيستوكيمستري اللي احنا قلناه من شويه، هنزود على كل واحد لقطه كده في الايه الكلمه المهمه السبيسيفيك ليه في السيتوجينيتك ستادي، بس ازود في العيان الليمف الفالدنشتروم او الليمفو بروليفريتيف ان العيانين دول بنعاملهم شويه زي المالتيبل مايلوما، يعني بنعمل immune histochemistry ماشي، بنعمل ال immunoglobulin quantitation، نعمل ال immune fixation زي المالتيبل مايلوما بالظبط. طيب يبقى ندخل دلوقتي على specific subtype للنون هوجكن، ال CLL هي small lymphocytic lymphoma، هنشرحها مع ال CLL بعد الايه بعد الهوجكن. نمره اثنين، يبقى نمره واحد ال small lymphocytic lymphoma او ال CLL، نمرة اثنين الفالدنشتروم. أو اللي احنا بنقول عليها ليمفو بلازما سايتويد.
طيب طبعا لما نشرح لما هنقول المالتيبل مايلوما هنحط عنوان البارابروتينيميا. لما كان في امتحان ريتن كان يجي لك عنوان كبير كده اسمه بارا بروتينيميا، تضطر تشرح المالتيبل مايلوما وما تنساش الفالبنشتروم ماكروجلوبولينيميا، ولازم تقول الاميلويدوزس، والمالتيبل مايلوما لازم تتكلم عن الميجاس وتتكلم عن السمولدرنج. ده في سؤال الريتن اللي هو الشورت اي سي او اللونج اي سي. انما اسئله ما دام ما فيش اي سي وهيبقى كله ام سي كيو، فممكن الحاجات الديفرنشال ده يتسال في الشفوي، من الكوزس اوف جنرالايزد ليمفادينوباسي الفالدنشتروم، تمام؟ والفالدنشتروم فيدخل من الفالدنشتروم على الايه؟ على البارا، على البارا بروتينيميا، البارا بروتينيميا والهايبر فيسكوستي. طيب عيان المالتيبل مايلوما وعيان الفالدنشتروم. عيان المالتيبل مايلوما يوجوالي فيه الايه؟ الكراب اللي هو الهايبر كالسيميا والرينال امبيرمنت والانيميا والايه والاستيوليتيك بون ليجن ونو اورجانو ميجالي. انما عيان الفالدنشتروم نو كراب ويز اورجانو ميجالي والاثنين بارابروتينيميا. يعني لما يجي لي عيان بيكتشر اوف بارابروتينيميا، نمره واحد هايبر فيسكوستي. الهايبر فيسكوستي بتبقى اجريسيف مع الفالدنشتروم على المالتيبل مايلوما، لان الفالدنشتروم وده سؤال ام سي كيو، اي جي ام مونوكلونال بارابروتين، والاي جي ام ده لارج مولكيولار ويت، فبيدي هايبر فيسكوستي مانيفستيشن اكتر من المالتيبل مايلوما. يسالك ازاي تعرف هايبر فيسكوستي بريزنتيشن هيدك؟ نمره واحد. نمره اثنين اكروميلالجيا اللي هو بين في البريفرز في الهاند والايه والفيت. نمره ثلاثه فندس اكزامينيشن، وده مهم. فندس اكزامينيشن هتلاقي دايليتد تورشوس كونجستد ريتينال فينز، دايليتد تورشوس كونجستد ريتينال فين. العيانين دول بيبقى عندهم هاي انسنس اوف ريتينال هيموريج، عشان كده العيان ده ايمرجنسي. سؤال ام سي كيو يقول لك البيتر ريسبونس في التريتمنت عيان الفالدنشتروم بلازما اكستشينج اند كيموثيرابي. قلناها في الايه في التي تي بي، لما قلنا ان البيتر ريسبونس عيان التي تي بي بلازما اكستشينج مع انتي سي دي 20. هنا بنقول بلازما اكستشينج مع الايه؟ مع الكيمو ثيرابي، الاثنين مع بعض بيتر ريسبونس. ايوه انت بتبدا بلازما اكستشينج عشان انت سسبكت عيان جاي لك بالتوتال بروتين 11 ولا 12، وجاي لك ببين في البريفري والهاند وبلورنج اوف فيجن وهيدك ريزيستنت تو انالجيزك، ميبي في سكين راش ديو تو كرايوجلوبولينيميا. الفالدنشتروم بيبقى كومبليكيتد بالكرايو جلوبولينيميا، يعمل لك سكين راش ويعمل ارثرالجيا ويعمل رينال امبيرمنت ديو تو كرايو جلوبولينيميا. ده انديكيشن فور بلازما اكستشينج توجذر ويز كيموثيرابي، توجذر ويز ايه؟ كيموثيرابي. نرجع مرجوعنا، بارابروتينيميا ويز اورجانوميجالي يساوي فالدنشتروم، بارابروتينيميا ويز ليفر او سبلين او ليمف نود يساوي فالدنشتروم، بارابروتينيميا without organomegaly يساوي مالتيبل مايلوما. جميل. الفالدنشتروم ما فيهاش هايبركالسيميا، ما فيهاش يوجوالي بيبقى البيشنت مايلدلي انيميك، نو اوستيوليتيك سكن ليجن، نو هايبركالسيميا نو اوستيوليتيك سكن ليجن. انما المالتيبل مايلوما بيبقى فيه هايبركالسيميا، بيبقى فيه اوستيوليتيك سكن ليجن، بيبقى فيه رينال امبيرمنت زائد نو organomegaly. انما الليمفو بروليفرتيف ليمفو بلازما سايتويد او الفالدنشتروم بيبقى فيها ايه؟ اورجانو ميجاني. جميل. بشخصها زي مالتو مايلوم بالظبط، بروتين اكتوفيسز، اميون فيكسيشن يديني الاي جي ام مونوكلون اللارج مولكيولار ويت بارا بروتينز. الحته اللي بتيجي في الزياده ونعرفها في الام سي كيو، في العيانين الفالدنشتروم الجين افكتد، معلش نحفظه باسمه كده ام واي دي 88، ما بيتعملش يعني
بس ايه، عشان لو جه سؤال في الام سي كيو، ام واي دي 88، ام واي دي 88. جميل. طيب خلاص، احنا العيان جايب ليمف نود اورجانوميجالي، عملت بون مارو، بتلاقي ايه؟ بتلاقي في انكريز في البلازما سيل توجذر ويز انكريز الليمفوسايت، عشان كده اسمه ليمفو بلازما سايتويد، ليمفو بلازما سايتويد. لو تفتكروا احنا بنتكلم عن الاي تي بي او بنتكلم عن الثرومبوسايتوبينيا او الثرومباسينيا، قلنا ان عيانين البارا بروتينيميا بيبقى عندهم هاي انسيدنس اوف بليدنج ديسبايت نورمال اور مايلد ديكريز ان بليتلت كاونت، عشان نمره واحد البارا بروتين بتكوت البليتلت تقلل البليتلت فانكشن، نمره اثنين البارا بروتين بتكوت الكواجيوليشن فاكتورز بتزود البليدنج ريسك، نمره ثلاثه الانفلتريشن في البون مارو. فانا عندي، ثلاثه خبطات، ثلاثه في واحده في البون مارو انفلتريشن، واحده في البريفري، واحده بتكوت البليتلت، واحده بتكوت الكواجيوليشن فاكتور. عشان كده تلاقي مكتوب جنب عيان الليمفو بلازما سايتويد او الفالدنشتروم ماكرو جلوبولينيميا من الكاركترستيك برزنتيشن للبارابروتينيميا ان جنرال سبيشيالي في العيانين دول، في عيان الليمفو بلازما سايتويد بليدنج from bone marrow examination site. ودي كلمة بيحبها الدكتور عصام، تمام، bone marrow bleeding examination site. لما تعمل بروتين غير البروتين اميون جلوبولين كونتيتيشن، ده من يورك اب في البارابروتينيميا، تلاقي سبيسيفيكالي هتلاقي الاي جي ام ماركتلي انكريز with low IgG and IgA with low IgG and IgA. طيب التريتمنت بلازما اكسشينج زائد اف سي ار فلودارا سايكلوفوسفامايد او اندوكسان مع الايه؟ مع المبسيرا انتي سي دي 20 زائد اكس بلازما اكسشينج. طيب في اذر لاين اوف تريتمنت، ايوه دلوقتي البنداماستين بدا يدخل في كل حاجه، يعني الاف سي ار تلاقي جنبه جود ريسبونس في العينين دول. ده في ناس بتاخد 3 سايكلز وما بتكملش كمان 3 سايكل، يعني المفروض 3 سايكل 3 سايكل، تمام، والعيان بيتحسن. ده في ناس بتاخد 3 سايكل وما بتجيش. انا عارف عيانين اخد 3 سايكل اف سي ار ولحد دلوقتي في لونج لاستنج ريميشن. طيب دلوقتي البنداماستين، من زمان كان دواء ايه سعره رخيص جدا، شركات الادويه والتسويق خلى البنداماستين يدخل في كل حاجه. بنداماستين مبسيرا، هنقول البنداماستين مبسيرا في العيان الليمفو بلازما سايتويد، هنقول البنداماستين مبسيرا في الفوليكولر، هنقول البنداماستين مبسيرا في السي ال ال، مع ان السي ال ال ده يعني مرض هادي، والليكوران او الليكوران ستيرويد كان بيجيب ريسبونس زي الفل، بس هو كله بقى تسويق شركات اي ادويه. يعني كان الليكوران ستيرويد ده بالسي ال ال، بعدين دخلنا على الاف سي ار، بعدين رجعنا على البنداماستين، مبسيرا، تمام. طيب في ناس بتستخدم الفيلكيد او البورتيزوماب، الفيلكيد او البورتيزوماب في الايه؟ في الفالدنشتروم ماكرو جلوبولينيميا. جميل. يبقى ده اول موضوع، احنا دلوقتي في الايه؟ في سبيسيفيك ديزيز للنون هودجكن او سبيسيفيك سب تايبس، بنتكلم عن اللو جريد لينفوما، السي ال ال لو جريد، او الاس ال ال اللي اسمه الليمفوسيتك لينفوما او الكرونيك ليمفوسيتك لوكيميا، نمره اثنين الليمفو بلازما سايتويد او الفالدنشتروم ماكرو جلوبولينيميا، دي من اللو جريد، لينفوما. طيب ندخل على المارجنال، زون، لينفوما. المارجنال زون لينفوما بتبقى اكوردنج تو، بتتقسم على حسب الايه؟ الاناتوميكال سايت. يعني المارجنال زون لينفوما
usually associated مع chronic irritation. chronic irritation يعني الملطومه اللي هي الجاستريك لينفوما زي ما قلنا من شويه دي لها علاقه بالاتش بايلوري. التريتمنت ايراديكيشن اوف اتش بايلوري، بعد كده ادخل لو مفيش ريسبونس على الايراديكيشن الاتش بايلوري بدخل على الايه، على الكيموثيرابي. في ناس بتبدا بترسبوند للايماتيناب للملطومه، تمام. لو مفيش ريسبونس بندخل بقى على الكلاسيك، كلاسيك كيموثيرابي شوب او شوب ار لو سي دي 20 بوزيتيف، تمام، ويز او ويزاوت سيرجري. بس هو العيانين بيدخلوا في ريميشن من الاتش بايلوري. يجي لك سؤال ام سي كيو عن الميكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو ليمفوما سواء كانت في الاستومك، تمام، كومن سايت الاستومك ريليت الاتش بايلوري، فيرست لاين اوف تريتمنت اتش بايلوري اريديكيشن. محدش يكتب الفيرست لاين اوف تريتمنت كيموثيرابي او راديوثيرابي او سيرجري، اتش بايلوري اريديكيشن. موست بيشنتس وذ مارجنال زون ليمفوما الملطومه بيدخلوا في ريميشن مع الاتش بايلوري اريديكيشن. طيب ممكن تحصل المارجنال زون ليمفوما بتيجي في الايه؟ نودل في الليمف نود او السبلينك. دي بتيجي مع الايه؟ مع الهيباتيتس سي فيروس انفكشن. ده سؤال ايه؟ ام سي كيو. المارجنال زون ليمفوما يوجوالي مع الايه؟ مع الكرونيك اريتيشن اتش بايلوري، كومنلي اتش بايلوري الملطومه الهيباتيتس سي فيروس بيجي مع النودل او السبلينك مارجنال زون ليمفوما. الكومن برزنتيشن لعيان سبلينك مارجنال زون ليمفوما ان العيان بيجي سبلينوميجالي الون، سبلينوميجالي الون. العيان تعمل سبلينكتومي دايجنوزد بالايه؟ سبلينك مارجنال زون ليمفوما بالسبلين، ما عندوش ليمف نود، عنده اونلي سبلينوميجالي، اونلي سبلينوميجالي وهيباتيتس سي فيروس. لو في ليمف نود طبعا هتاخد اكسجنال بايوبسي وخلاص انت شخصت العيان مارجنال زون ايه؟ مارجنال زون، مارجنال زون ليمفوما. مارجنال زون ليمفوما ما فيهاش حاجه ايه؟ ما فيهاش حاجه سبيسيفيك اكتر من كده يعني. طيب ندخل بعد كده على الفوليكيولر، فوليكيولر ليمفوما. طيب اول سؤال ام سي كيو في الفوليكيولر ليمفوما ترانسلوكيشن كام؟ 14 18 اللي هو اسمه ايه؟ BCL2 جين ميوتيشن. تمام؟ واحنا قلنا الايه؟ الاميون هيستوكيمستري من شويه هنزود عليه بس زياده. احنا قلنا BCL2 جين ميوتيشن هيبقى في الفلو سيتومتري او الهيستوكيمستري BCL2 و BCL6 commonly positive. حاضر يعني ماشي خلاص مش مشكلة. جميل، احنا قلنا الفلوت شارت قلناها من شوية، قلنا الفلوت شارت قلنا سي دي 19 بوزيتيف، سي دي 5 نيجاتيف، سي دي 10 بوزيتيف. خلصت. أول ما ألاقي التلاتة دول في الامتحان يبقى أنا بتكلم على فوليكيولر. في حاجات سبيسيفيك كده مع الفوليكيولر تيجي في الايه؟ في الام سي كيو. السيتوجينيتك ستادي 14 18 تمام. طيب كومن جين افكشن او ميوتيشن بي سي ال 2، كومن جين بي سي ال 2 تمام. طيب نزود في الامين هيستو كيمستري لو جت في الام سي كيو بي سي ال 2، سم بيشنت بيبقى معاهم بي سي ال 6. جميل. طيب التريتمنت اللي هو ستيج 1 غير ستيج 2 تو 4. ستيج 1 يعني بصوا هو الكيموثيرابي مفيش مشكله، بس ستيج 1 راديوثيرابي، ستيج 2 تو 4 كيموثيرابي. طيب هو مفيش مشكله في ان انت تبدا بالايه؟ بالشوب ار، بس هو اللي مكتوب فيرست لاين مع الفوليكيولر ليمفوم يعني احنا بنبدا شوب ار، بندي شوب ار. جميل. بس الـ 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 لو في سؤال في الامتحان فيرست لاين زي ما قلنا ما تسالش في الريجيمين كتير في الام سي كيو، لو قال لو لا قدر الله جاب لك قال لك فيرست لاين في الفوليكيولر ليمفوما اندوكسان
فينكلستين سي في بي زائد مابسير. بعد كده بيتكتب الشو بار. ده اللي هو الايه اللي هو الاسئله بتاعت الام اس كيو في الامتحان. في التريتمنت مفيش مشكله في الايه في الشو بار كفيرست لاين او سي في بي ار كفيرست لاين. بين ده ماست مابسير دخل مابسير. وفي دواء جديد لازم نعرفه، نعرف اسمه عشان بيتسال في الايه في الامتحان. ده دواء داخل في كل حاجه، هنقوله كمان في السي ال ال، ومكتوب في الفوليكولر اسمه ابروتونيب. ابروتونيب ده اخر حاجه اللي هو باي بي اي 3 كي انهبيتور. ابروتينيب ده ممكن يجي ام اس كيو. يبقى الاندوكسان فينكريستين ستيرويد اللي هو سي في بي او الشوب ار او البنداماست المبصيرة مفيش مشكله، بس ما ينساش الابري الابروتينيب الابروتينيب. جميل. يبقى دي الفوليكولر لينفوما 14 18 بي سي ال 2 جين يطلع معاها بي سي ال 2 من هيستوكيمستري زائد ناقص بي سي ال 6. الستيج 1 راديو ثيرابي، ستيج 2 تو 4 كيمو ثيرابي. الكيمو ثيرابي اندوكسان اللي هو سي في بي، اندوكسان فينكلستين ستيرويد زائد مبسيرا، اول شوب ار بنداماستين مبسيرا نمره 3، الجديد ابرو تيناب بي اي 3 كي انهبيتور. ما اكدبش عليك مش فاكر الاختصارات ايه، ممكن بعد ما اخلص كده ادور على الاختصار وابعته. ابروتوناب اللي هو الايه بي اي 3 كي انهبيتور، هو اللمه بتاعت الباسويز كلها انها بتافكت الابوبتوزس. تمام. طيب يبقى دي الحاجات اللي ايه الكلاسيك دايجنوزس، بيزك تو دايجنوز فيكتور كومبليكيشن تو دايجنوز بون مارو ليمف نود immunohistochemistry على البون مارو وتو ريدنج من البون immunohistochemistry على الليمف نود وتو ريدنج من الايه من الليمف نود. طيب ندخل على المانتل، المانتل سيل لينفوما. احنا قلنا المانتل سيل سي دي 19 بوزيتيف 5 بوزيتيف 23 نيجاتيف. تمام. 19 بوزيتيف 5 بوزيتيف 23، 19 بوزيتيف 5 بوزيتيف 23 نيجاتيف. ده المهم. المانتل سيل، مانتل سيل لينفوما بيبقى معاها 22 بوزيتيف، ماشي ما اختلفناش. بيبقى معاها 79 بوزيتيف، ماشي ما اختلفناش. معاها سيرفيس امينو جلوبولين بوزيتيف مفيش مشكله، بس ما ينفعش انسى سي دي 19 بوزيتيف، سي دي 5 بوزيتيف، سي دي 23 بوزيتيف، عشان لو جات لي في الام سي كيو اجيبها من غير ما اوجع دماغي. طيب ايه الحاجه المهمه بقى الزياده في على الفلوت شارت بتاعت الامنيوستوكيمستري؟ ترانسلوكيشن ام سي كيو 11 14 المانتل سيل لينفوما ترانسلوكيشن 11 14 دي اول حاجه. ثاني حاجه سايكلين دي 1 اكسبريشن على الليمف نود. يبقى دي اول جمله مهمه بتيجي في الام سي كيو، ترانسلوكيشن 11 14 سايكلين دي 1 اكسبريشن على الليمف نود، يعني في اندرلاين جين ديفكت في سايكلين دي 1 جين. سايكلين دي 1 اكسبريشن على الليمف نود في اندرلاين ديفكت سايكلين دي 1 جين. تمام. طيب التريتمنت شوب ار نمره 2 بنداماستين مابسير. جميل. طيب يبقى ترانسلوكيشن 11 14 سايكلين دي 1 جين ابنورمال اكسبريشن ابنورماليتي يطلع لي سايكلين دي 1 اكسبريشن على الايه او ابنورمال سايكلين دي 1 بروتين على الايه الليمف نود على الليمف نود بايوبسي. جميل. يبقى احنا كده خلصنا اللو جريد لينفوما. طبعا الليمف بروليفرتيف البرزنتيشن واحد، الباس واي في الدايجنوز واحد، دي الحاجات اللي بنزودها بس عشان خاطر الايه اسئله الام اس كيو. طيب ندخل على الهاي جريد لينفوما نمره 1 ديفيوز لارج بي سيل لينفوما. الديفيوز لارج بي
سلم فوم. الديفيوز لارج بي سلم فوما فيها كلمتين مهمين جدا، تمام. الديفيوز لارج بي ممكن يأفكت الجيرمينال سنتر او يعمل لي افكشن للايه، للديفيوز اكتيفيشن للبي سيلز، اكتيفيتد بي سيل. لما يبقى انفلتريشن او افكشن للجيرمينال سنتر يديني بي سي ال 6 بوزيتيف. لما يبقى في ديفيوز نون سبيسيفيك اكتيفيشن للمالجننت بي سيلز بيديني مام 1 بوزيتيف. يبقى في الديفيوز لارج بي ما انساش البي سي ال 6 بوزيتيف والمام 1 بوزيتيف، بي سي ال 6 بوزيتيف والمام 1 اي بوزيتيف. طيب نمره 3، الكاركترستيك ابنورماليتي دايما كروموزوم الابنورماليتي اراوند كروموزوم 14. يبقى انا عندي ثلاث حاجات، بي سي ال 6 نمره 1، نمره 2 مام 1 بوزيتيف، نمره 3 كروموزوم ابنورماليتيز في كروموزوم 14. الديفيوز لارج بي رابيدلي بروجريسيف بريزنتيشن، عشان كده احنا معظم العيانين اللو جريد بياخد شوب ار كل اربع اسابيع، هنا بياخد شوب ار في الديفيوز لارج بي شوب ار كل ثلاث اسابيع. العيانين الهاي جريد لابد وحتما من سي ان اس بروفيلاكسيس. شوب ار افري 3 ويكس توجذر ويز سي ان اس بروفيلاكسيس زي ما قلناها في الايه؟ في ال 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 ميثوتريكسيت والاراسي والهيدروكورتيزون، تمام؟ يبقى بياخد شوب ار ده نمره 1 3 سايكلز 3 ويك افري 3 ويكس، تمام؟ نمرة 2 ومعاها سي ان اس بروفيلاكسيز، نمرة 3 زائد لوكالايزد راديوثيرابي اون ريزيديوال ليمفيد. يبقى احنا نتكلم على اجريسيف بريزنتيشن ورابيدلي بروجريسيف كورس، تمام؟ الديفيوز لارج بي ليمفوما اجريسيف بريزنتيشن ورابيدلي بروجريسيف كورس. كل اللو جريد لو هندي تشوب ار بنديه every 4 weeks، هنا بندي every 3 weeks زائد سي ان اس بروفيلاكسيز زائد localized radiotherapy على residual lymph node after ايه؟ after chemotherapy. طيب لو العيان حصل ريلابس، السبيسيفيك ريجيمن البيتر ريجيمن العيان اللي بياخدها بعد الريلابس الار ايس. الريسبونس بتبقى ايه؟ تبقى في العيانين دول مع الايس احسن، ار اللي هو المبسيرا او الريتوكسيماب، الاي اللي هو الاي فوسفامايد، الكايليتنج ايجنت زي الاندوكسان، السي اللي هو السيسبلاتين او الكاربوبلاتين، والاي اللي هو الايتوبوزايد. بالايفوسفامايد الكاربوبلاتين والايتوبوزايد. جميل، ده الرابيدلي او ديفيوزد لارج بي. نمره 2 البيركت ليمفوما اللي هو الايه العنوان الثاني في العيانين الرابيدلي بروجريسيف نون هورجكن بيركت ليمفوما. البركت ليمفوما بيبقى العيان عباره عن اورجانوميجالي زائد ايه زائد بني ادم، تلاقي ماركت انكريز ماركت انلارجمنت ليمف نود الليفر السبلين. ده نمره 1. نمره 2 كومن بون افكشن الجو، ده سؤال ام اس كيو. تلاقي العيان جاي لك بجو سويلنج، جاي العيان بجو سويلنج، ده سؤال ام اس كيو. اول ما تلاقي عيان في الامتحان جاي لك بماليجنانت سيمتومز ومعاه جو سويلنج ده بيركت لينفوما تيل بروفد اذروايز. نمره 3 يوجوالي سبحان الله في اليونج ايج
يبقى ماركت انلارجمنت في الليمف نود والليفر والسبلين، ماركت اورجانوميجالي مع ليمفادينوباسي، ماسيف اورجانوميجالي مع ليمفادينوباسي. نمره اثنين البري دايلكشن بون افكشن الجو، تلاقي العيان دايما عنده ايه ال سويلنج، ماسيف سويلنج في الايه في البون. نمره ثلاثه يونج ايج، نمره ثلاثه يونج ايج. طيب الحاجه الكاركترستيك للبيركت لينفوما غير البرزنتيشن قلنا الابشتاين بار فيروس، تمام. نمره اثنين ترانسلوكيشن 8 14، ده سؤال ام سي كيو. نمره ثلاثه الميك اونكوجين اوفر اكسبريشن. ترانسلوكيشن 8 14 ميك اونكوجين ابشتاين بار فيروس الجو انفولفمنت، ده اسئله ام سي كيو 8 14 ميك اونكوجين والابشتاين بار والابشتاين بار فيروس. جميل. طيب ممكن يجي سؤال ام سي كيو كومن عينين البركت لينفوماتوسين في الايه في للعيانين اللي عندهم كرونيك ملاريا اكسبوجر. يعني لو جت سؤال ام سي كيو بعيد عن الايه عن الحاجات البيو بتاعت الهيماتولوجي، كرونيك ارياز هو كومنلي سين في الارياز ويز كرونيك كرونيك ملاريا اكسبوجر. تريتمنت اوف بيركت لينفوما لايك ال ال تريتمنت هايبر سيفاد بيركت لينفوما تريتمنت هايبر سيفاد، اللي هو الايه زي الايه زي عيان زي عيان الايه الايه اللي قال. جميل. كده خلصنا النون هودجكن بي نون هودجكن ديزيز، النون هودجكن بي نون هودجكن ديزيز، وده الموست كومن. ده سؤال ام سي كيو يجي يقول لك البي نون هودجكن مور كومن ولا التي نون هودجكن او التي سيل لينفوما؟ لا طبعا البي نون هودجكن مور كومن ذان تي نون هودجكن ايه نون هودجكن ديزيز. طيب التي سيل لينفوما او التي سيل نون هودجكن التريتمنت شوب، ده ثابت خلاص، تمام. نمره واحد. نمره اثنين بور بروجنوز، اللي هو التي سيل لينفوما او التي نون هودجكن ديزيز. طيب كلهم بور بروجنوز. طيب ايه الكومن برزنتيشن او الكومن كلاسيفيكيشن او الكومن بيكتشر للتي سيل لينفوما؟ عندنا عنوان مهم اسمه مايكوزس فانجويد، يبقى قصاده كده عشان دي بتيجي في الام سي كيو سيزاري سندروم. طيب ايه البرزنتيشن بتاع الميكوزس فانجويد؟ الاثنين بيعتبروا كوتينيوس تي سيل لينفوما، بس الميكوزس فانجويد بيجي بسورايسز وذ اتش يو كومنلي سورايتك لايك بيكتشر، ده الميكوزس فانجويد سورايتك لايك بيكتشر. انما السيزري بيبقى فيه ديرماتيتس ومعاها ليمف نود انلارجمنت ومعاها سيركيوليتنج سي دي 4 تي سيلز، سيركيوليتنج سي دي 4 تي سيلز. يبقى الميكوزس فانجويد بيجي زي الايه السورايسيس بالظبط، تمام. تاخد بايوبسي طبعا يقول لك كوتينيوس تي سيل لينفوما، تمام. انما السيزري بيبقى لايك ديرماتيتس، نمره واحد معاها ليمف نود، نمره ثلاثه معاها سيركوليتنج كلونال مالجنانت سي دي 4 تي سيلز. طيب التريتمنت، تريتمنت واحد شوف طبعا زائد اللي هو الايه الالترا فايلوت لايت تريتمنت، انما بالنسبه لنا الهيماتولوجي بندي شوب ونشوف بتوع الجلديه دي الترا فايلوت لايت او في لوكال ايراديشن زي ما يكون. جميل. يبقى ده الميكوزس فانجويت عشان دي ام سي كيو بيبقى جاي بسورايس لايك فيكتشر، انما ده ديرماتيتس ليمف نود سيركيوليتنج مالجننت سي دي 4 كلونال مالجننت سي دي 4 سيلز. طيب
نمرة اتنين في very rare type of T cell lymphoma حاجة اسمها angio immunoblastic lymphoma. احنا قلنا ان كلهم very poor prognosis. ده بيجي في الالدرلي، يبقى العيان معاه generalized lymphadenopathy وسبلينوميجالي، يبقى دي ودي بتيجي في الام سي كيو زائد ماركت انكريز في الاي جي جي، ماركت انكريز في الاي جي تريتمنت واحد طبعا شوب. الانجيو ايمونوبلاستيك لينفوما في الالدرلي عشان كده باد بروجنوزز، ليمف نود جنرالز لينفانيروبيس سبلينوميجالي ماركت انكريز في الايه؟ في الايمونوجلوبين. طيب في بعد كده برضو فيري رير تايب اسمه انابلاستيك لارج سيل لينفوما. انابلاستيك ده بيجي في التشيلدرن. الحاجه المهمه في العيان ده مع انه تي سيل نون هوجكن بس بيبقى معاه سي دي 30 بوزيتيف. الحاجة التانية المهمة ترانسلوكيشن 2.5 بوست. لو نسيتوه مفيش مشكلة لأن ده أصلا يعني إيه نادرا جدا لما حد بيفتكره ولا بيجي في الامتحان ولا يعني. تمام؟ يبقى ده الأنابلاستيك لارج سيل لينفوما بيجي في التشيلدرن 30 بوزيتيف 2.5 بوزيتيف. في مونوكلونال أنتي بودي اسمه كريزيتينيب، كريزيتينيب ده نيو لاين أوف تريتمنت في الإيه؟ للأنابلاستيك لارج سيل لينفوما، عشان الانابلاستيك لارج سيل لينفوما بتطلع حاجه اسمها انابلاستيك لينفوما كاينيز. لينفوما كاينيز ده سبيسيفيك للانابلاستيك لينفوما كاينيز، يعني يبقى انابلاستيك لينفوما كاينيز، انابلاستيك لينفوما كاينيز. مش مشكله التي سيل لينفوما او تي سيل لينفو بروليفريتيف او تي سيل نون هوجكن مش هيفرق كتير، ما بتجيش فيها اسئله تقريبا لان هي مش ايه ما نوت كومنلي سين. انما الاسئله كلها في الايه في الحاجات بتاعت الهوجكن اللي احنا قلناها من شويه، في الحاجات بتاعت الهوجكن اللي احنا قلناها اللي بتيجي بغرابه يعني الترانسلوكيشنز والميك اونكوجين والبي سي ال 6 والبي سي ال 2 بتيجي بفظاعه في الايه في الام سي كيو. طيب نفتكر السكيم بتاعتنا تاني بتاعت الايه سي دي 19 بوزيتيف، يبقى اشوف سي دي 5 لو بوزيتيف حاجه من اتنين سي ال ال او مانتل سيل لينفوما. سي ال ال سي دي 23 بوزيتيف، المانتل سيل سي دي 23 نيجاتيف. طيب لو سي دي 19 بوزيتيف وطلع لي سي دي 5 نيجاتيف، سي دي 5 نيجاتيف يبقى اشوف سي دي 10، لو سي دي 10 بوزيتيف لو سي دي 10 نيجاتيف، لو سي دي 10 بوزيتيف خلصت كده فوليكيولر. لو سي دي 10 لو سي دي 10 بوزيتيف لو سي دي 10 نيجاتيف يبقى اشوف سي دي 25، لو سي دي 25 بوزيتيف يبقى نتكلم على الهيري سيل لوكيميا، لو سي دي 25 نيجاتيف يبقى نتكلم على المارجنال زون ليمفوما سي ال ال. عيان elderly وجاي بجنرالايز ليمفا دينوباسي وفي البريفرال بلاد فيلم قال لك في ماتيور ليمفوسايتس وقال لك في سمدج او سمير سيلز يبقى ده سي ال ال. عيان كبير في السن generalized lymphadenopathy generalized lymph node enlargement elderly generalized lymph node peripheral blood قال لك في mature lymphocytes CBC ال white blood cell count اي رقم بس commonly بيبقى increased فوق 50 او 100 ممكن يبقى 20 او 30 وتلاقي في peripheral blood smudge cell او السمير cell يبقى ده يساوي سي ال ال. تلاقي المساله جايه لك كده عيان عنده انجوينال هيرنيا، عيان 65 سنه عنده انجوينال هيرنيا رايح يعمل كوركشن بري اوبرتيف اسسمنت سي بي سي الوايت بلود سيل كاونت 30000
90% منهم سمول ماتيور لينفوسايت، هيموجلوبين نورمال، بليتليت نورمال، والعيان جنرالي ويل، وفي البريفرال بلاد سمير سيل او سمارت سيل. ده الكلاسيك برزنتيشن، ده الكلاسيك ايه برزنتيشن عين السي ال ال. يسألك بقى ديلاي الاوبريشن ولا كونتينيوس سيرجري، بيجن كيموثيرابي تريتمنت. تمام، العيان اللي ما عليهوش مالجننت سيمتومز يبقى انت ما بتعملش اي ايه. احنا هنقول دلوقتي ايه حاجات كرايتيريا سبيسيفيك او كرايتيريا ان انا ابدا فيها ايه تريتمنت، من ضمنها الدبلنج تايم، من ضمنها المالجننت سيمتومز، من ضمنها الانيميا والثروموسايتوبينيا. عيان بالكرايتيريا اللي احنا قلناها من شويه سي بي سي بس، جاست انكريز في الوايت بلاد سيل، نورمال بليتلت، نورمال هيموجلوبين، جنرالي ويل، ما فيش مالجننت سيمتومز، يبقى الاجابه بتاعت السؤال ان العيان يروح للسيرجري وذ فولو اب وذ هيماتولوجي بوست سيرجري. يبقى دونت ديلي سيرجري. ليه؟ لان العيان السي ال ال في الاول ما بيبقاش محتاج اي انترفنشن، جاست ويت اند ووتش، جاست ويت اند ووتش. ده سؤال بيجي كتير elderly وجاي راح يعمل هيرنيا او يدخل اي سيرجري الكتيف، سي بي سي الوايت بلاد سيل كاونت انكريز، تمام، ومفيش، والهيموجلوبين نورمال، البليتليت نورمال، عنده مايلد سمول انلارج لينف نود، وفي سمير سيل او السمارج سيل في البريفرال بلاد، تديلي السيرجري، بيجن تريتمنت، كونتينيو سيرجري اند فولو اب، كونتينيو سيرجري اند بيجن كيموثيرابي. يبقى انت هتمشي في السيرجري مع جاست فولو اب، ان العيان اللي هو عنده مالجننت سيمتومز ولا العيان عنده تيومر فوليوم عمل له انفلتريشن في البون مارو، ولا العيان عنده كومز تيست بوزيتيف عمل له انيميا وثرومبوسايتوبينيا. دي كل دي انديكيشن فور كيموثيرابي او فور تريتمنت اوف اي سي ال ال بيشنت. غير كده ويت اند ووتش، لان في عيانين بيعيشوا بال 30000 وال 35000 وال 40000. ده نمره واحد. نمره اثنين، يسالنا سؤال في الشفوي، عيان السي ام ال تلاقي الوايت بلاد سيل كاونت بتاعه 100000، ممكن يجي لك بستروك او يجي لك بهايبر فيسكوستي مانيفستيشن. عيان السي ال ال تلاقي الوايت بلاد سيل بتاعه 150 و200 و300000، وتلاقي العيان جنرالي اسيمتوماتيك. ليه؟ تقول له لان الليمفوسايت في، لان في فرق بين المايلويد سيل والليمفوسايت، اللي اسمه الليمفوسايت في السي ال ال بيبقى سمول سايز ليمفوسايت نوت كوزنج اني هايبر فيسكوستي مانيفستيشن، انما عيانين المايلويد بيبقى المايلويد سيلز دي لارج سيلز، فبتدي ايه؟ بتدي المانيفستيشن اوف هايبر فيسكوستي، مع ان الرقم واحد، مع ان الرقم ايه؟ الرقم واحد. قلنا من شويه ان عيان السي ال ال هو الاس ال ال، السي ال ال اللي هو كرونيك ليمفوسيتيك ليوكيميا، او الاس ال ال سمول ليمفوسيتيك ليمفوما. تمام، الفرق بس ان السمول ليمفوسيتيك ليمفوما بيبقى الموضوع اكتر بانلارجد ليمف نود، سي ال ال بيبقى اكتر بانفلتريتنج ليمفوسايتس. ده الفرق، انما الاثنين كتريتمنت واحد نسيم. لما ناخد ليمف نود بيوبسي ويقول لي سمول ليمفوسيتيك ليمفوما، تلاقيه عامل لك داش سي ال ال، تمام، او السي ال ال. يبقى احنا قلنا السي ال ال بيبقى الفرق بس بين السي ال ال والاس ال ال، ان السي ال ال بيبقى فيها بريدوميننت نمبر اوف ايه سيركيوليتنج ليمفوسايتس، بريدوميننت نمبر اوف سيركيوليتنج ليمفوسايتس ده السي ال ال، انما الاس ال ال بيبقى الايفكت اكتر على الانلارجد ليمف نود، ايفكت على الايه؟ على الانلارجد ايه؟ انلارجد ليمف نود. تمام، طيب معنى الكلام ان عين السي ال ال ما يجيش بلوكوستيزس؟ لا طبعا ممكن يجي بلوكوستيزس، بس انا اقصد ان انت لما بتقارن بعيان السي ام ال او عيان المايلو بروليفرتيف نيوبلازم، العيان ممكن يجي لك على ارقام اقل بمانيفستيشن اعلى. عين السي ال ال ما بيجيش كده، بيجي بارقام اعلى مانيفستيشن اقل. قلنا في الانفكشن امبارح ودي مكتوبه، كومن commonly in patient with CLL to experience herpes zoster. Common in patient
سي ال ال تو اكسبيرينس هيربس زوستر. طيب عيانين سي ال ال دي هتلاقي يعني ايه الناس اللي عندها فند بيعملوا الموضوع ده على طول. عيان السي ال ال دايما يجي لك بريكارنت، لان انا هقول لك على حاجه، مش السي ال ال بس، الليمفو بروليفيرتيف ديز اوردر بصراحه كلهم بيقول لنا بريكارنت جي اي وتشست انفكشن. عيان السي ال ال بالذات بيجي لنا بريكارنت تشست انفكشن، ريكارنت نمونيا. عيانين الليمفو بروليفيرتيف ديز اوردر لو عملت لهم اميونوجلوبولين كوانتيتيشن، وده سؤال بيساله الدكتور عصام، هتلاقي دايما الاي جي اي قليل، عشان كده بيقول لك بساينو ساينس بالمونري ساينو بالمونري انفكشن، ويجي لك بجي اي انفكشن لان الاي جي اي بريدومينانت اميونوجلوبولين لايننج الميكوزا في الريسبيراتوري والجي اي، فتلاقيهم دايما يجي لك بريكارنت دايريا او ريكارنت جي اي انفكشن وريكارنت ريسبيراتوري تراكت انفكشن. عشان كده تلاقي عيان السي ال ال مكتوب معاه اي في اي جي. عيانين سي ال ال ده كل دي اسئله ام سي كيو. عيان سي ال ال اللي يجي بريكارنت ابر ريسبيراتوري تراكت او لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن نوت ريسبوندنج تو انتيبيوتيك، يبقى ده انديكيشن فور اي في اي جي 0.4 جرام بير كي جي بير داي فور 4 دايز. 0.4 جرام بير كي جي بير داي فور 4 دايز. سؤال ام سي كيو كومن سين فايرال انفكشن بس كومنلي هيربس زوستر فايروس. هيربس زوستر فايروس العين ممكن يجي اسيمتوماتيك اكسنتري ديسكفر، يجي لنا بالبون مارو فيلير مانيفستيشن بسبب البون مارو انفلتريشن، يجي لنا بالاورجانوميجالي، يجي لي باللوكوستيزس. انكومن ان العيان يجي بالتيومر لايسز، انكومن ان العيان يجي بالتيومر لايسز لو جه في الايه قبل ما ياخد الايه قبل ما ياخد الكيمو ثيرابي. طيب يسالنا سؤال في الام سي كيو او في الشفوي، ايه هي السمير سيل اللي احنا قلناها من شويه او السمادج سيل؟ دي عباره عن فراجايل ليمفوسايتس. عبارة عن ايه؟ فراجايل. الله، عبارة عن فراجايل ليمفوسايتس. لما تيجي تعمل المعمل لما بيجي يفرد البلاد فيلم، يعمل البلاد فيلم بيمشي دايما ايه، يمشوا ازازة فوق ازازة، او يعني الفيلم يفرده رايح جاي. جميل. فالسمول ليمفوسايتس دي بتبقى فراجايل، فبيحصل لها رابشر، يدي السمير سيلز تبقى زي الايه في الباك بتاع الايه بتاع البيكتشر بتاعت الايه بتاعت السلايد، فيقول عليها سمير سيل. دي عباره عن فراجايل ليمفوسايت. اول ما نلاقي كلمه سمير سيل دي سبيسيفيك للسي ال ال، اول ما نلاقي سمير سيل يبقى دي سبيسيفيك للايه للسي ال ال. طيب عشان كده عيانين السي ال ال لما نيجي نعمل الورك اب بتاعنا ممكن نعمل فلو سيتومتري على بريفرال بلد. اول حاجه عيان elderly نمره واحد. نمره اتنين، انت اصلا ممكن ما تديش تريتمنت، ليه اعمل حاجه انفيزيف بون مارو؟ هيفرق معايا ايه الليمفوسايت 70% 80% 60% في البون مارو، والعيان الهيموجلوبين 12 البليتلت 150 الوايت بلود سيل كاونت 50 او 40 nothing. فانت ممكن تبقى اي اصلا جايدد باي سي بي سي، ده نمره واحد. نمره اثنين تيومر فوليوم. نمره ثلاثه بريفرال بلاد فلو سيتومتري از سفشنت فور دايجنوز. بريفرال بلاد فلو سيتومتري از سفشنت. طب لو عملته على البون مارو مش غلط، بس انت بتعمل حاجه انفيزيف مش هتديك معلومه زياده. ده نمره واحد. نمره اثنين الكومز تيست مهم جدا في عيانين سي ال ال، يعني عيان السي ال ال اللي جاي لي بانيميا وثرومبوسيتوبينيا، انا هبدا مثلا لوكوران مثلا الكلورامبوسيل، ادي استيرويد ولا ما اديش؟ الاستيرويد بير سي لينفوليتيك، ففي ناس بتديها وزاود كومز تيست، بس السوليد انديكيشن فور استيرويد ان بيشنت وسي ال ال كومز تيست بوزيتيف. العيان اللي عندهم كومز تيست بيبقى معاهم اسوشيتد هيموليتيك انيميا وثرومبوسيتوبينيا. هيموليتيك انيميا وثرومبوسيتوبينيا.
طيب الفلو سيتومتري، احنا قلنا من شويه الشارت بتاعتنا تمام. طيب بس نزود على الشارت او نزود على المعلومات بتاعتنا بالفلو سيتومتري حاجه سكورنج للسي ال ال. في ناس بتعمل سكورنج للسي ال ال اكتر من ثلاثه بيبقى خلاص ده شور، سي ال ال اقل من ثلاثه اذر مالجنسي شود بي كونسيدر. طيب تعال نقول السكورنج للسي ال ال، بصوا السكورنج سم بيسال فيه وسم ما بيسالش، يعني في ناس بتسال وناس ما بتسالش. لو قدرت تفتكره خير وبركه، ما قدرتش ما فيش مشكله يعني. بس اهم حاجه ما ننساش الايه ال 19 5 23 عشان دي مفتاح مساله الايه؟ مفتاح مساله الام سي كيو. طبعا لو ريحني وقال لي سمير ثيل وسمادج ثيل احكي لي القصه بتاعت الالدرلي والوايت بلود سيل كاونت عادي، يبقى هي خلاص كده من غير ما ايه؟ من غير ما ادور على فلو سيتومتري ولا هناك. طيب السكورنج للسي ال ال اما واحد او زيرو، هم خمسه بنبدأ بسي دي 5 سي دي 23 اللي هم الايه البروتوتايب بتاعنا. طيب والسي ال ال او الهودجكن نون هودجكن بعيد عن الاكيت لوكيميا دايما بتلاقي معاهم سيرفيس اميونوجلوبولين، ان ده احنا وصلنا تقريبا للايه للماتيوريشن، فنلاقي نشوف كده في سيرفيس اميونوجلوبولين ولا لا. اي جي جي تمام، واحنا قلنا من شويه ان الاف ام سي 7 اف ام سي 7 والسي دي 22 او 79 مذكور ماسخ كده بس انا ايه نقوله خلاص. طيب لو سي دي 5 بوزيتيف بياخد واحد، لو نيجاتيف ياخد 0، 23 بوزيتيف ياخد واحد، نيجاتيف ياخد 0. سيرفيس اميونو جلوبولين ياخد واحد لو هو ايه ويك بوزيتيف، ياخد 0 لو سترونج بوزيتيف. الاف ام سي 7 بيبقى نيجاتيف لو بوزيتيف يبقى ده اجينست 0. سي دي 22 او 79 لو ويك بوزيتيف لو سترونج بوزيتيف. عشان كده ايه احنا دول اهم اتنين في الدنيا كلها. طيب لو جمعت سكور تلاتة فما فوق يبقى انا كده سي ال ال، اقل من تلاتة يبقى كونسيدر اذر مالجنسي. يعني لو جالي فلو سيتومتري سي دي 5 بوزيتيف وسي دي 23 بوزيتيف يبقى انا كده معايا اتنين، عايز واحد من الباقي عشان اجيب تلاتة. يديني ال اف ام سي 7 نيجاتيف تمام، يديني السي دي 20 ويك بوزيتيف، يديني السيرفيس امينو جلوبولين ويك بوزيتيف، عايز واحد من الثلاثه يبقى ايه؟ يبقى كده انا جمعت. انما لو اقل من ثلاثه غالبا هيبقى السي دي 5 فيه مشكله او سي دي 23 فيه مشكله يعني نيجاتيف، فانت هتلاقي نفسك بعيد عن السي ال ال تقريبا تمام. لان بعيد عن السكورنج ده يقول لك دول بوزيتيف نيجاتيف، يعني مش اللي هو ايه مش اللي هو يفرق معاك قوي، انما ده لازم يبقى بوزيتيف سي دي 5 سي دي 23. يبقى ده السكورنج 5 23 والاف ام سي 7 سيرفيس اميونوجلوبولين سي دي 22. جميل، 5 بوزيتيف 23 بوزيتيف، ادي كده 2، يبقى انت عايز واحد كمان، يبقى جمعت السكور بتاع الايه بتاع السي ال ال، جمعت السكور بتاع السي ال ال. طيب الحاجة التانية المهمة في السي ال ال الستيجنج. الستيجنج بتاع السي ال ال في انا عندي نوعين من الكلاسيفيكيشن او الستيجنج، الري والبنت. الري سهل، البنت دخل في بعضه سنة. الري يعني اللي هو الكلاسيك كلاسيفيكيشن، واحد اثنين ثلاثة أربعة.
زيرو معناها ان الليمفوسايتس بس هي الانكريز ليمفوسايتس اكتر من 5 10 اس 9 الابسولوت ليمفوسيتك كاونت. طيب ستيج واحد ستيج زيرو في ليمفوسايتس ومعاها ليمف نود. طيب ستيج 2 زيرو ومعاها ليفر او سبلين اند اور سبلين زائد ناقص ليمف نود. يعني لو العيان عنده ليمف نود وليمفوسايتوزس ده ستيج 1، لو العيان عنده ليمفوسايتوزس وليفر او سبلين ستيج 2، عيان عنده ليمفوسايتوزس وليفر او سبلين وما فيش ليمف نود ستيج 2، عيان عنده ليمفوسايتوزس وليفر او سبلين ويز ليمف نود ستيج 2. طيب ستيج 3 ليمفوسايتوزس زائد انيميا لو الهيموجلوبين اقل من 10 جرام. طيب زائد ناقص ليمف نود زائد ناقص اورجانوميجلي. يبقى احنا هنا دخلنا بقى على الايه؟ يا اما بريفرال ديستراكشن يا انفلتريتف. طب ستيج 4 ليمفوسايتوزس لستيج 0 زائد بليتلت اقل من 100 زائد ناقص ليمف نود زائد ناقص اورجانوميجلي. يعني يجيب لي سؤال في الامتحان ليمفوسيتك كام؟ ثرومبوسايتوبينيا ستيج 4 تمام؟ انيميا ستيج 3. طب انيميا وثرومبوسايتوبينيا ستيج 4. طيب انيميا وماركت انكريز في الليمف نود ستيج 3. ليفر ليمفوسايتوزس وماركت ليمف نود ومفيش ليفر ولا سبلين يبقى ستيج 1. ليمفوسايتوزس ومعاها ليفر او سبلين ستيج 2. يبقى البليتلت ستيج 4 هيموجلوبين ستيج 3 بعد كده ايه؟ ستيج 2 فيها ليفر او سبلين سواء كان في ليمف نود او ما فيش. ستيج 1 فيها ليمف نود. ستيج 0 اونلي ليمفوسايتوزس ابسولوت ليمفوسيتك كاونت اكثر من 5 في 10 اس 9 بير لتر. تمام؟ الري ستيجنج مهم. طيب البنت او اللي هو الانترناشونال كلاسيفيكيشن هو صعب حفظه شويه بس احنا هنقوله وعلى قد ما نقدر نقربه نقرب الدنيا. انما الري ما ننساش الري ما ننساش الري. تمام؟ طيب البنت او الانترناشونال طيب الستيج الاورجن هيموجلوبين بليتلت ستيج اما اي او بي او سي. ال ال البليتلت احنا اتفقنا ان هو يا 100 يا اقل من 100 اما اكتر من 100 او اقل من ايه؟ اقل من 100. طيب الهيموجلوبين يا اكتر من 10 يا اقل من 10. حلو. يعني الهيموجلوبين لو اقل من 10 يبقى احنا كده في ستيج سي. البليتلت اقل من 100 يبقى احنا ستيج سي. اكتر من 100 واكتر من 10 جرام الهيموجلوبين يبقى احنا ستيج اي. طيب نروح على الاورجان انفولفمنت. الاورجان انفولفمنت اللي هي مينلي الليمف نود. يعني هي يعني ايه طيب بس تعالوا نتفق ان احنا ايه خلينا في دول مهمين جدا. ستيج سي اقل من 100 ستيج اي اكتر من 100 بليتلت. حلو. ستيج اي اكتر من 10 وستيج سي اقل من 10 مفيش حاجه في النص. اللي هيدخل معانا في النص الاورجن. طيب تعالى نجيبها من ستيج سي من تحت ما يفرقش معايا الانفولفمنت ايا كان الاورجن انفولفمنت نوت كونسيدرد نوت كونسيدرد سواء كان في ليمف نود او ما فيش سواء كان في ليفر او سبلين او ما فيش مش هيفرق معايا
الهيموجلوبين اقل من 10 زائد ناقص البليتلت اند اور البليتلت اقل من 100، كده خلصت، كده انا في ستيج 3، سواء كان في اورجان انفولفمنت او ما فيش اورجان، او ما فيش اورجان ايه انفولفمنت. تمام. طيب يبقى انا هيفرق معايا بس الاورجان، هيحدد لي شويه ستيج 1 او ستيج A وستيج B. تلاقي كاتب كده في الكلاسيفيكيشن 0 1 2 3 4 5، دي اسوء حاجه في الكلاسيفيكيشن. 0 1 2 اريز، 3 4 5 اريا. طيب الاريا بيعتبرها ازاي؟ ان ده لينف نود اكتر من 1 سنتيمتر في النك او الاكزيلا او الجروين. طيب 4 5 سبلين ليفر، نك اكزيلا جروين، 4 5 سبلين ليفر، ماشي. يبقى زيرو مفيش اي لينف نود او مفيش اي اورجان انفولفمنت. واحد لينف نود اكتر من سنتي في النك، اتنين ادي اريا، اتنين اكزيلا دي السكند اريا، تلاتة جروين، بعد كده الليفر والسبلين او السبلين والليفر. عشان كده ايه اللي بيجي في الـ في الـ في الـ اللي بنتساله في الشفوي والام سي كيو اكتر الري. لو سالنا في البينت او الانترناشونال يبقى ايه، نفتكر البليتلت الهيموجلوبين السي ما فيهاش اورجن، السي ما فيهاش اورجن، يعني التقسيمه دي هتلاقي نفسنا حلينا المعضله كلها. لو قال لي الستيجنج A ولا B ولا C. طيب حبيت افتكر الارياز 1 0 1 2 3 4 5 اكتر من 1 سنتي في بالترتيب، في السيرفايكال اكزيلري او في النك اكزيلري جروين، بعد كده سبلين ليفر، بعد كده سبلين ليفر. تمام. ما ننساش ان جزء مهم من الورك اب في عيني السي ال ال الكومس تيست. الكومس تيست من الايه الحاجات المهمه في العيانين الايه السي ال ال. طيب الجدول الثاني مهم، او الحاجه الثانيه المهمه قبل ما ندخل على التريتمنت، البروجنوستيك فاكتورز في السي ال ال. البروجنوستيك فاكتورز في السي ال ال، بروجنوستيك فاكتورز. طيب انا هقول المهم وبعد كده في حاجات كده ايه لو نسيناها مش هتفرق كتير. طيب المهم طبعا الكروموزوم او سايتوجينيتك والايه والسايتوجينيتك ستادي. تمام. في حاجتين مهمين، تعال نقول جود بروجنوزس وباد بروجنوز. الجود بروجنوزس او الايه الباد بروجنوزس 17 بي ده احنا حافظينه. تمام. ومعاها البي 53 ده باد بروجنوزس، وتبقى الريسبونس تو تريتمنت فيري بور. دي سؤال، ده سؤال ام سي كيو، 17 بي او البي 53، 17 بي او البي 53. تمام. طيب في سيتوجينيتك ستادي كاريز جود بروجنوزس بس ما بتتسالش كتير، اسمها 13 كيو 14، ده carries a good prognosis. كروموزوم الابنورماليتي او سايتوجينيتك ستادي 13 14 13 كيو 14، انما 17 بي والبي 53 دي اوف باد بروجنوزس، اوف باد بروجنوز. ده نمره واحد. نمره اثنين دي بتيجي صراحه بتصير في الام سي كيو، سي دي 38. لما يبقى سي دي 38 اكسبريشن عالي اكتر من 30% carries bad prognosis، اقل من 30% كاريز بور بروجنوز. دول اهم اثنين. طيب زمان كنا بنقول الدبلنج تايم، هو لسه مكتوب بس دلوقتي اصبح التيومر فوليوم اهم من الدبلنج تايم، وبيتعبر عن التيومر فوليوم بالال دي اتش. لو الال دي اتش نورمال بيبقى جود بروجنوزس، انكريز ماركت ايه بيبقى باد بروجنوز. الدبلنج تايم لو سلو دبلنج تايم غير لما يبقى رابيد دبلنج تايم، يعني تلاقي الليمفوسيتك كاونت النهارده 5 بعد اسبوع 10
بعد اسبوعين 40 تلاقي الدبلنج تايم اقل اكتر من ايه، او الدبلنج تايم اقل من 6 شهور. كل ما يقل الدبلنج تايم كل ما يزيد الايه، نقول العين بقى ايه، باد بروجنوز. تمام، يبقى دول اهم 3 او 4 حاجات في الايه، في البروجنوستيك ماركر في عين السي ال ال. سيتوجينيتك ستادي 17 بي والبي 53 باد بروجنوز، سي 38 هايلي اكسبريشن اكتر من 30% يبقى باد بروجنوز، ال دي اتش كجزء من الاسسمنت اوف تيومر فوليوم باد بروجنوزس، الدبلنج تايم لما بيزيد الدبلنج تايم او الرابد دبلنج تايم يبقى ايه، باد بروجنوزس. طبعا الكلاسيفيكيشن ما ننساش الجود كلاسيفيكيشن، الجود بروجنوزس والباد بروجنوزس. في الكلاسيفيكيشن البنت الجود بروجنوزس اللي هي ستيج 0 1 هنا كان 2 ل 4 دي باد بروجنوزس. ماشي، ده اللي هو الايه، ده البنت بنت كلاسيفيكيشن. خلاص، ال 0 تو 1 وال 2 تو 4، 2 تو 4 دي باد ايه بروجنوزس، 0 تو 1 هي اللي ايه، اللي جود ايه، جود بروجنوز. طيب كده دي اهم حاجه في الايه، في عيانين السي ال ال. في حاجه مهمه جدا في السي ال ال، مالجنسي والسي ال ال ده بيتقال في الشفا، ان احنا بنشوفها كتير صراحه. بالترتيب على حسب الايه، الكومنست اللنج مالجنسي، كولونيك، ميلانوم. دكتور عصام يسألك السؤال ده، عندك عيان سي ال ال وانت ماشي جاست فولو اب، البيشنت ما فيهوش اي انديكيشن ان انت تبدا كيمو ثيرابي، مفيش اي انديكيشن ان انت تبدا ايه، كيمو ثيرابي، وبدا يديفلوب بليدنج بالريكتوم، وات دو يو ثينك؟ على طول اي ماست اكسكلود اسوشيتد كولونيك مالجنسي، اي ماست اكسكلود اسوشيتد كولونيك ايه، كولونيك مالجنسي. تمام، عيان سي ال ال وجاي لك بدراي اريتيتنج كف، لازم تو اكسكلود اسوشيتد لانج مالجنسي. بنشوف كتير عيانين سي ال ال ومعاهم بليدنج بالريكتم، تعمل كولونوسكوبي يطلع العيان عنده كولوريكتال كانسر وبليدنج، والعيان الاين ار بتاعه كويس والبليتلت وزن نورمال رينج. تمام، بس عيانين بيبقى معاهم اسوشيت، احنا بنشوف الكرونيك اكتر صراحه، بس هو على حسب الديستريبيوشن او على حسب الفريكوانسي، لانج كرونيك ميلانوم، لانج كرونيك ميلانوم. شفنا الكرونيك كذا مره في عيان مالجنسي، مع عيان سي ال ال وعيان مايلو ديسبليزيا. طيب التريتمنت، تريتمنت العيانين السي ال ال جنرالي كونزرفاتيف، يعني سي ال ال جنرالي كونزرفاتيف اكسبت بي نمرة واحد. نمرة اتنين الدبلينج تايم اكتر من 6 شهور، اقل من 6 شهور اللي هو رابيد دبلينج تايم، رابيد دبلينج ايه تايم. ادفانسد ستيج في الكلاسيفيكيشن، ان الادفانسد ستيج اللي هو 0 1 انسى 1 من اول 2 ل 4، اما معاه تيومر فوليوم او معاه هيموجلوبين قليل او معاه بليتلت اقل. دي سيمبتومز، دبلنج تايم اقل من 6 شهور، زائد الادفانسد ستيج كلاسيفيكيشن، ادفانسد ستيج كلاسيفيكيشن. تمام، طيب الكيمو ثيرابي زي ما احنا زي ما قلنا زمان كنا بنبدا بالليكورين ستيرويد. تمام، على اساس ان الاستيرويد كنا بندي ستيرويد صراحه لو كومز تيست، حتى لو كومز تيست نيجاتيف، ان الاستيرويد ليها ليمفوليتيك افكت، يعني بتقلل الليمفوسيتيك كاونت سواء كان العيان بوزيتيف
او كان ايه او كان نيجاتيف يعني كومز تيست بوزيتيف دايركت كومز تيست بوزيتيف او دايركت كومز تيست نيجاتيف. فكنا بندي ليكوران ستيرويد وكانت البيشنت بيرسبوند. بعد كده الليكوران ستيرويد اتشال اتحط مكانه اف سي ار فلودارا اندوكسان مبثيرا فلودارا اندوكسان مبثيرا تمام. بعد كده طلع على دلوقتي بقى فيرست لاين هتلاقي مكتوب في اوكسفورد هاند بوك فيرست لاين بنداماستين مبثيرا بيقول لك ليس سايد افكت was more was better response تمام. ده كان الترتيب بتاع الايه بتاع الليكوران الليكوران اللي هو الكلاربوسيل. بعد كده دخل الفلودارا اندوكسان مبسيرا. بعد كده اخر حاجه البنداماستن بنداماستن مبسيرا او ار بنداماستن. في وقت من الاوقات كان في مونوكلونال انتي بودي بيستخدم في الايه في السي ال ال بس اتشال لانه بيعمل سيفير تشست انفكشن اسمه الايه انتي سي دي 52 اللي هو اسمه الالمتوزوماب. تمام ده كان بيتاخد في وقت من الاوقات كمونو كلونال انتي بودي لعيانين الايه لعيانين السي ال ال وبعد كده ايه اتشال لانه بيعمل سيفير. العينين دول اصلا الاي جي اي واقع فتخد تدي دواء كمان يدخل في سيفير انفكشن يبهدل الدنيا. طيب الكلام بقى الايه النيو لاينز اوف تريتمنت في الايه في السي ال ال النيو لاينز اوف تريتمنت في السي ال ال ده بيتسال في الشفوي وبيتسال في الام سي كيو خاصه اللي بيسال النيو لاينز اف تريتمنت في الشفوي سي ال ال الدكتور عزاز بيحب الايه الاسمين دول في الايه في السي ال ال. نمره واحد وده كان بيجي سؤال لوحده في الريتن في دكتوراه الدم يجي يقول لك بروتون تيروزين كاينيز ان سي ال ال. اصلا تلف على البروتون تيروزين كاينيز في السي ال ال او في الهيماتولوجيكال مالجنس ما تلاقيش عليه كلام كتير تمام. فانت بقى ايه تلاقي سؤال كده مش عارف جايبينه منين في الايه في الريتن ده كان بيجي في الام دي الهيماتولوجي. بروتون تيروزين ده قلناه من شويه اللي هو اسمه الابروتيناب. ابروتيناب ده النيو لاين اوف تريتمنت تمام. بروتون تيروزين كاينيز ان اكتيفيتور او انهبيتور بروتون بي ار او تي او ان تيروزين كينيز انهبيتور او ان اكتيفيتور الابرو تيناب. الابرو تيناب ده بيتاخد اورال ان كومباينيشن وسكيموثيرابي تمام. بدأ دلوقتي يبقى سنجل شوية بدأ يستخدم لوحده دلوقتي. أول ما نزل كان هو نزل من فترة يعني بقاله فترة بيستخدم أنا ما استخدمناهوش صراحة بس هو كان بيستخدم أول ما نزل ان كومباينيشن. دلوقتي الناس بتستخدمه سنجل سنجل ايج اورال ايجنت في الايه. طيب الميزة بقى إن هو بيحسن شوية الباد بروجنوستيك فاكتورز اللي قلنا عليها من شوية يعني 17 بي أو البي 53 ميوتيشن ده في الباد بروجنوزس ريزيستنت تو تريتمنت. مثل الابروتيناب او البروتون تيروزين كاينيز ان اكتيفيتور ان هو افكتيف في العينين دول ان 17 بي ديليشن او البي 53 دي تعتبر الميجر ادفانس بتاع الايه العيانين اللي بياخدوا الابروتيناب. طيب عيبه بس كسايد افكت بيقلل البليتليت فانكشن فبيزود البليدنج تندنسي. نقول تاني الابروتيناب بروتون تيروزين كاينيز انهبيتور او ان اكتيفيتور كل النيو ايجنت بتافكت الايبوبتوزس لان كل الباسويز دي بتكنترول الايبوبتوزس في المالجنت سيلز. يبقى البروتون تيروزين كاينيز ان اكتيفيتور او انهبيتور للابروتيناب ذا نيو لاين اوف تريتمنت في عين سي ال ال سنجل اور ان كومباينيشن اورال الافكتيف بتاعه او الافكتيفنس او الادفانس بتاعه او الميزه بتاعه في ال 17 بي ديليشن او البي 53 ميوتيشن.
ده بيحول عيان الباد بروجنوزس للبيشنت كان ريسبوند تو تريتمنت. طيب يبقى ده نمره واحد الابروتيناب. نمره اتنين نيو لاين اوف تريتمنت او نيو ايجنت، مش بشهره الابروتيناب بس بنتسال فيه. نمره اتنين اسمه ايديا ليليزيب، اي دي لا ال اي اس اي بي، اي دي اي ال اي ال اي اس اي بي. المهم ده عباره عن ايه؟ قلناها من شويه، قلنا الباسوي من شويه بس ما قلناش الايجنت ده، اللي هو فوسفو انزيتول 3 كاينيز، اللي احنا قلنا البي اي 3 سي اي بي اي سي كي ان اكتيفيتور انهبيتور برضه، اللي هو الفوسفو انزيتول او انزيتايد انزيتول 3 كاينيز inhibitor PI3K inhibitor أو inactivator لو الـ IDLA-LZEB IDELALISIB. مش مشكلة لو نسيت الاسم أقول له بس الـ PI3K inhibitor أو الفوسفو انزيتول 3 كاينيز inhibitor، ده بيستخدم في الـ إيه؟ في التريتمنت بتاع عنين سي ال ال، السايد افكت بتاعه بيعمل كولايتس، دي الايه الكومن سايد افكت، فتلاقي العين دخل منك في ايه في ديزنتري. المهم وبتاخد اورال طبعا، مش نفس شهره الابروتيناب، مش نفس شهره، يعني انسى ده، ما تنساش الابروتيناب خالص. بتسال كتير بروتون بروتون تيروزين كاينيز ان اكتيفيتور او انهبيتور، ليه؟ لانه غير المعضله بتاعت البي 53 وال17 بي ديليشن، تمام؟ حولوا العيان خلاص، العيان اللي هو الباد بروجنوز بقى فيه اورال تريتمنت، ودلوقتي بيتاخد سنجل وبيمبروف الايه اللقطه بتاعت الايه البروجنوز. نمره ثلاثه اخر حاجه، ده مونو كلونال انتي بودي، هو برضه سي دي سي دي سبيسيفيك سي دي 20، تمام؟ بس ايه اسمه مش سي دي، اسمه مش مبسيره بقى، اسمه اوفاتو موماب، اوفاتو موماب، نفس الافكت بتاع الايه الانتي سي دي 20 يعني، بس ايه قالوا حاجه جديده كده سي دي 20 سبيسيفيك، اسمه اوفاتو موماب مكتوب. يبقى دول الثلاثة نيو لاين أو الثلاثة نيو ايجنتس في العينين السي ال ال بنتسأل فيهم، سبيشالي الابروتيناب، إن هم أورينتد بالابروتيناب عشان بيجيبوه في الإيه، خاصة صراحة في الإم دي هيماتولوجي، بتسأل كتير في الإيه في النظري، وبتسأل في الشفوي في الإم دي، إم دي هيماتولوجي. جميل؟ طيب إحنا كده خلصنا السي ال ال. في حاجة اسمها برو ليمفوسيتيك لوكيميا. ايه البرو ليمفوسيتيك لوكيميا؟ دي بروجريشن من سي ال ال، يعني دي كومبليكيشن او بروجريشن للسي ال ال، عباره عيان سي ال ال، لما تلاقي عيان نون سي ال ال وبياخد كيموثيرابي او حصل رابيد بروجريشن اوف، نمره واحد سايز اوف ذا سبلين، نمرة اثنين rapidly rising lymphocytes، خاصة لو العيان أخذ treatment and not responding to treatment you should consider pro lymphocytic leukemia. يبقى pro lymphocytic leukemia ده عيان CLL not responding to treatment، ماركت انكريز رايزنج ليمفوسايتس، ومعاها سبلين، ده البرو ليمفوسيتك برو ليمفوسيتك لوكيميا. المين دايجنوزس ان انت بتعمل بريفرال بلاد، بيقول لك في برو ليمفوسايتس ان بريفرال بلاد او في البون مارو، برو ليمفوسايتس في الايه في البريفرال بلاد أو الإيه؟
او البون مارو. التريتمنت هكمل على التريتمنت اوف سي ال ال، ولازم ادخل في اللاين بتاعي انتي سي دي 20 زائد سترينكتومي. يبقى التريتمنت اوف برو لينفوسيتك لوكيميا اللي احنا بنقول عليه الريختر ترانسفورميشن، معانا السي ال ال يقول لك قلب برو لينفوسيتك لوكيميا او اللي هو الريختر ترانسفورميشن. اعرفها ازاي؟ عيان سي ال ال نوت ريسبوندينج تو تريتمنت وذ ماركت انكريز في السبلين وذ انكريزنج في النمبر اوف لينفوسايتس. بريفرال بلاد فيلم برو لينفوسايتس او بون مارو اكزامينيشن في برو لينفوسايتس. كمل التريتمنت على السبلين ادينج انتي سي دي 20 زائد سبلينكتومي زائد سبلينكتومي. طيب اخر حاجه هنقولها النهارده الهيري سيل لوكيميا. الهيري سيل لوكيميا تفتكروا المره اللي فاتت لما قلنا مونو سايتوبينيا، ده سؤال ام اس كيو تلاقيها مكتوبه كده بالخط العريض، يعني ايه؟ اه ممكن ما نقراهاش ما ناخدش بالنا منها عشان بتعدي في النص، ما نكدبش عليكم احنا ما لقطناهاش الا لما جت مساله وقعنا فيها. اتيبيكال برزنتيشن، كان جاي مساله عيان اتيبيكال برزنتيشن سي ال ال، ما فيش سبلين ما فيش هيري ليمفوسايتس سيركيوليتنج في البون مارو ولا في الـ في الـ في البريفرد بلاد. كل الحاجه الملفته للنظر في العيان المالجننت سيمتومز مع مونو سايتوبينيا، مونو سايتوبينيا. البلاد فيلم بتاع عيان الهيري سيلو، طبعا الهيري سيلو كيميا ده من الكوزس اوف هيوج سبلينوميجالي، من الكوزس اوف هيوج سبلينوميجالي. البلاد فيلم يقول لك كده لارج فيلس او لارج لينفوسايتس ومعاها فيلس بروجكشنز، لارج لينفوسايتس with cytoplasmic مش ممبرين لا cytoplasmic villus projections. نفس الكلام ده ممكن تلاقيه في الايه؟ في البون مارو، نفس الكلام ده هتلاقيه في الايه؟ في البون مارو. طيب نفتكر السكيما بتاعت العيانين بتوع الليمفو بروليفرتيف ديز اوردر، سي دي 19 بوزيتيف سي دي 5 نيجاتيف. هنتكلم على الايه؟ على الهيري سيل لوكيميا، سي دي 5 نيجاتيف سي دي 10 نيجاتيف سي دي 25 بوزيتيف. طيب هل سي دي 25 بس؟ يعني سي اه دي الفلو بتاعت الايه؟ بتاعت المساله اللي بسرعه، تمام؟ اللي انا ايه اجيبها من غير ما ايه؟ من غير ما الف وادور، تمام؟ انما غير السي دي 25 بيبقى معايا سي دي 103 بوزيتيف في عينين الايه؟ سي ال سي ال ال الهيري سيل، اسف هيري سيل لوكيميا، سي دي 123 بوزيتيف. اللي احنا قلناه ده بينج بونج، خبطه اثنين ثلاثه اوصل للدايجنوز. مش لازم احفظ كل الايه؟ كل الماركرز، زائد دي بتيجي ام سي كيو، تيجي ام سي كيو تراب. التراب التي تارتريت ريزيستنت اسيد فوسفاتيز، دي بنتسال فيها في الشفوي وبتيجي في الام سي كيو اون تريفاين. اول ما تجيلك الفلو سايتوميتري سسبكتد هيري سيل لوكيميا مع كلينيكال يقول لك اعمل على اعمل تراب على التريفاين. ايه التراب ده؟ ده بيبقى ريليزد او سيكريتد باي فيلا سايتوبلازميك لينفوسايتس. تراب اللي هو تارتريت ريزيستنت اسيد فوسفاتيز، تارتريت ريزيستنت اسيد فوسفاتيز بيبقى بوزيتيف على التريفاين، بيبقى بوزيتيف على الايه؟ التريفاين. اخر حاجه في العيانين الهيري سيل لوكيميا، هيري سيل لوكيميا بتيجي ام سي كيو الجينيتك ستادي ميوتيشن حاجه اسمها براف جين. براف جين ميوتيشن يعني لو حبينا نعلى خطوه البراف جين ميوتيشن ده
بيبقى موجود على اكسون 15، مش مهم، اهم حاجه دي براف جين ميوتيشن. يبقى براف جين ميوتيشن وتارتريت ريزيستنت اسيد فوسفاتيز على التريفاين، دول نقطتين مهمين جدا في الام سي كيو في الايه، في الهيري سيل، هيري سيل لوكيميا. التريتمنت كلادريبين، كلادريبين ده زي الايه، زي الفلودرابين، بس ميزه الكلادريبين ان هو بيتاخد سبكوتينيس 7 دايز. يعني ميزه الكلادريبين دواء رائع. نمره واحد دراماتيك امبروفمنت. امبروفمنت يعني السبلين سايز يحصل شرينكج. الكلادريبين بيتاخد وانس ديلي سب كيو فور 7 دايز بس، بيجيب مارفلس ريسبونس. وتتابع العيان جميل، لو في ريزيستنس تمام ممكن نعلق بالفلودارا اندوكسان مبسيرا او سبرينكتومي او ايه سبرينكتومي. بس الرول ان ديلينج وذ هيري سيل لوكيميا مارفلس ريسبونس وذ كلادريبين، مارفلس ريسبونس وذ ايه وذ كلادريبين كيموثيرابي. وده سبيسيفيك، ده بتيجي سؤال ام سي كيو، ده سبيسيفيك للهيري سيل، هيري سيل لوكيميا. يعني بقى الهيري سيل لوكيميا غير الكلاسيك لارج فيلس سيتوبلازميك، لارج ليمفوسايت وسيتوبلازميك فيلس بروجكشن، ان انت عندك تراب على التريفاين بايوبسي بوزيتيف وبراف جين ميوتيشن. تراب وبراف جين ميوتيشن. طيب احنا كده خلصنا الليمفو بروليفيريتيف ديز اوردر، فاضل لنا البارابروتينيميا اللي هي بيرسي يعني مالتيبل مايلوما، وكلمتين على الاميلويدوز. نمرة اتنين المايلو بروليفيريتيف نيوبلازم، ثلاثة وثلاثة سي ام ال، أربعة البيزكس أو الحاجات المهمة بتاعت البون مارو ترانسبلانتيشن تمام، خمسة ترانسفيوجن ميديسن الحاجات المهمة في البلاد ترانسفيوجن، الحاجات تيجي في الام سي كيو. ده طبعا ما بيتسألش لا شفوي ولا ده، بيجي ام سي كيو ترانسفيوجن. نمرة ستة عناوين شوية حاجات في البريجننسي وتجميع الهيماتولوجيكال ايمرجنسي. هنقسمهم على مرتين، المرة الجاية بإذن الله يوم الأحد هناخد البارابروتينيميا تمام مع الايه مع المايلو بروليفيريتيف نيوبلازم، ويوم الاثنين هنبدأ بالسي ام ال هنديها حقها، بعد كده ندخل على الايه اللقطات المهمه في البون مارو والترانسفيوجن والبريجننسي تجميع. احنا ديزيزز شرحناها، هنقول بقى الحاجات السبيسيفيك للبريجننسي تمام. البريجننسي هيبقوا في حصه لوحدهم، والامبريجننسي اصل هي حاجات ايه، حاجات كلمه ورد غطاها كده، فهنحطها مع الترانسفيوجن ميديسن. يعني انا هخلي السي ام ال دي هتبقى دي هتاخد المين بالك بتاعي اخر يوم، بعد كده البون مارو ترانسبلانتيشن الترانسفيوجن تجميع الايه تجميع البريجننس. ده اللي انا ناوي عليه يعني، الا لو انت ليكوا راي تاني ما عنديش مشكله. انا كانت يوم الاحد هنقول المالتيبل مايلوما والاميلويدوز للبارابروتينيميا، وناخد المايلو بروليفيريتيف نيوبلازم ما عدا السي ام ال، نبدا بالسي ام ال المره اللي وراها، وبعد كده ندخل على البون مارو الحاجات المهمه بتاعت البون مارو، الحاجات المهمه بتاعت البلاد ترانسفيوجن وتجميع البريجننسي. تجميع البريجننسي هتلاقي حاجات سبيسيفيك زي الهيلب، اهم حاجه طبعا الانتي فوسفوليبيد لانه بيجي كتير جدا وبتلاقي في الشفوي كتير قوي تمام، وكلمه على البري اكلامسيا
لانها هتلاقي حاجات ايه يعني، ايه كلمه ورا ضغطها، كلمه ورا ضغطها. تمام. دكتورة أمنية، عايز تقولي حاجة تاني؟ حد واتنين. تمام. أنا طيب، حد عايز يسألني أي سؤال؟ طيب، نتقابل إن شاء الله يوم الحد في نفس الميعاد بإذن الله. أول ما يجيلي التسجيل على الميل هبعته لكم.